مساء الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في عدد جديد من حصة غير فوتها اللي تجيكم سهرة كل يوم جمعة مع ضيوف ومحللين. ونبدأ بضيفنا الأول. ضيفنا الأول هو ضيف ولا غير، ما نكذبش عليكم، عزيز عليا بزاف ونحبه بزاف. وقبل دعوتنا هو ما نقدرش ما نعرفوا لأن تلمع دار حوايج بزاف وكبار في الجزائر. حاليا هو المدير الفني الوطني. تحية كبيرة وكبيرة جدا للشيخ رابح سعدان. بيان سور حصتنا ما تكونش بلا العشرة والقبطان تاعنا عمار عمور. ضيفنا الثالث ناديه راهو يتنفس وحنا سعداء كثير اللي تنفس هذا الأسبوع، هو الناطق الرسمي لشبيبة القبائل السيد مفتاح حنين. ضيفنا الرابع هو ايضا حارس مرمى فريق اتحاد حراش رفيق معزوزي. فناننا اليوم هو فنان ممكن لاول مره بعد عبد القادر شاعون استقبلوا فنان في الشعبي، وحنا مسرورين كثير لاستقباله، هو السيد سيد احمد الحبيب. تحيه. ديالو بوست كما في كل يوم جمعة، تحية كبيرة لمحمد خساني. وفيليب ومحمد عفوا ما يجيش بلا فيليب. فيليب جزائري تفضل. مساء النور فيليب. ما تحكي لي على كيفاش وصلنا. شوف ما تحكي لي على كيفاش وصلنا، ما تحكي لي والو. هاني تراديسيون. هذيك هاني خرج للزقه. ها شيخ شهدوا علي هديه. شهدوا علي هديه. خلاص خلاص نولي خلاص نولي خلاص. وانت تقول لي مراجيري. الله اكبر رابح سعدان. الله اكبر رابح سعدان. بتحيه بيان سور للجمهور اللي حاضر معنا اليوم. تحيه لكم. خلاص دونك مساء الخير عليكم مرة أخرى، ونرحب بالسيد والشيخ. وزات لو سول اللي نعيط له الشيخ. جو سوي اونوري اللي نعيط لك شيخ، لأن نقدر نقول بديت الصحافة معك. الشيخ رابح سعدان مساء الخير ويعطيك الصحة اللي قبل دعوتنا اليوم. بارك الله فيك، وأنا تاني راني مسرور كثير اللي نحضر معكم لأول مرة في هذه الحصة، وخاصة مع كل إخواننا الضيوف تاعكم. نعم إن شاء الله هنقضيو سهرة ممتعة إن شاء الله. عمار مساء الخير. خير اسماء، مساء الخير بالضيوف تاعنا الشيخ، خاصة الجمهور اللي حاضر معنا واللي راه يشاهد فينا. يعطيك الصحة. رفيق معزوزي مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الدعوة هذه، وهذا شرف لي لأني مع شيخنا اليوم وجماعة عمار لي زونسيان صافي لونتون خاساني والشيخ تاني. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. مفتاح حنين مساء الخير، وفريمون سا نو في بليزيغ اللي راك معنا اليوم لأنك تمثل شبيبة القبائل وحنا فرحانين بك. مساء الخير، تكون صحة للحضور الدعوة اللي عندنا، ونشكر الأنصار اللي جاوا بقوة. بلا الأنصار ما يكونش الحصة جميلة. أبو ما نبداو ليميسيون نتقدموا بالتعازي للحارس اتحاد العاصمة والعائلة صبروا السلوى إن شاء الله. نعم نعم سبقتني، لكن جوست نرحب بسيد أحمد الحبيب مساء الخير. مساء الخير عليكم ونشكركم على الدعوة، وهذا شرف لي اللي راني مع عمالقة كرة القدم. نعم ونذكر فقط أنا سيد أحمد الحبيب هو كان لاعب دولي في كرة السلة. إيه على ليبوك. إيه على ليبوك. إيه تسمى لو سبور كيما كنت نكسر مع الشيخ من قبيله، لو سبور والموسيقى سي نعم سي 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 فامي. نعم خساني توجور فيدال وحنا نشكروك، يعطيك الصحة اللي تجينا موهرين كل يوم جمعة. الحمد لله لليوم راني معكم، كل يوم نتعلم، كل سهرة معكم نتعلم مع ضيوفنا. الشيخ رابح سعدان اللي تلاقيته في حفلات مي اليوم اول مره قدامي، وكنت نحبه بزاف واللي فرحنا. معزوزي خويا عمور انتيا كاع الجمهور الله يعطيكم الصحه، شكرا اللي راكم توجور معنا هنا. ميرسي يعطيك الصحه. وقبل نعم
قبل ما نبداو حصتنا اليوم تعازينا الخالصة الخالصة جدا لكل عائلة بويرمان بعد وفاة إثر وفاة حارس بويرمان عبد الرحمن قبل بداية التدريب أول أمس. دونك تعازينا الخالصة لاتحاد العاصمة وخاصة لعائلة الفقيد. إن شاء الله فريمون الصبر والسلوان لكل عائلته إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. دونك كيما في كل حصه راح نبداو بالاكتواليتي تاعنا. الاكتواليتي تاعنا في واش صرا عندنا، شوفوا معنا واش صرا عندنا هذا الاسبوع في غير فوتها. ان شاء الله الخير راه جاي من عند الصغار. بعد ما فاز الفريق الوطني لاقل من 20 سنه على تونس بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف في مباراه الذهاب من تصفيات كان 2013 اللي راح تحتضنها النيجر، نتيجه مريحه حتى ولو ان عارفين باللي قادره تكون مفخخه في مباراه العوده في 20 افريل بتونس. اللي فرح في هذا الفريق هي انه كل فرديات الواعده تالقت كجماعه وظهرت بوجه جد مشرف تحت قياده بوعلام شرف اللي بدات تبان البصمه تاعو في تكوين هذا الفريق المتكون من لاعبين كلهم رايحين يتمكنوا من المشاركة في كان 2019. برافو لشبان الجزائر. هاد السمانه ويوم الاحد بالضبط اتحاد العاصمه وشباب الوزداد رايحين يخوضوا معركه كاس الكاف في مباراه ذهاب الدوره 16 مكرر، وين في زوج رايحين يلعبوا خارج الديار. اتحاد الجزائر في نيجيريا ضد فريق بلاتو يونايتد، وشباب الوزداد راح يتنقل الى كوت ديفوار وين راح ينافس فريق اسيك ميموزا. التركيز مطلوب من الفريقين الجزائريين اذا حبوا يلعبوا مباراه العوده في 17 افريل المقبل باريحيه. آخر لقاءات الرابطة الأولى موبيليس مرايش رايحة تكون ليس ورايحة تكون خشينة ومقلقة إلى آخر نفس من الموسم. إذا شفنا الفرق اللي في مؤخرات الترتيب واللي بقات في حالة محرجة ووحدة فيهم مريحة بال أنصارها وما تقدر تعرف مصيرها. السياسي اللي تنافس على اللقب وتتريد البطولة منذ الجولة الخامسة عندها هي كذلك حظوظ أكبر لنيل البطولة، لكن الملاحقين أيضا مريحين يطلقوا شبر في حظوظهم حتى ولو كانت أقل من السياسي. السياسي لمسي يا لمسيو ولياسما شكون اللي عنده مباراة أسهل لنيل البطولة. بعد ما داق بنة العمل في الجزائر بادو زاكي صرح عدة مرات أنه حاب يرجع يدرب في البطولة الجزائرية ويقود نادي آخر بعد شباب بالوزداد. هاد الكلام ما طاحش في البير وحكيم صرر تنقل هاد السمانة باش يقنع التقنية المغربي بالاتفاق مع فريق اتحاد العاصمة في الموسم المقبل. هل اختيار بادو زاكي هو الأنسب لاتحاد العاصمة أو كان أفضل لهم البقاء مع مدربين أوروبيين ومتكونين في أوروبا؟ سفير طايدار اللي سافر 22 ساعة وملعب ولا دقيقة استفسر الغضب اللي بينه قبل نهاية المباراة ضد المنتخب الإيراني بخطأ من طرف الطاقم الفني اللي ركز قراره على الجي بي اس، بينما كان لازم على مجر إجراء دي تيست أدق من الجي بي اس لما يحسب إلى المسافة اللي يجريها اللاعب فوق أرضية الميدان. طايدار أعطى درس في هذا المجال وتكلم على دي تيست أكثر دقة من الجي بي اس، منها تيست كوبير، تيست نافيت، تيست دو برو وتيست فان فال اللي حسب رأي طايدار كانت تعطي معلومات أدق على اللياقة البدنية للاعبين. هذا الدرس اللي أعطاه طايدار للناخب الوطني احنا نظنوا أنه أول وآخر درس راح يعطيه في مشواره مع الخضر، وانتم واش رأيكم؟ ايه يا سيماجر سكت مارك في خير هدرت مارك في خير، كي سكت قالوا ما قيمناش والمنتخب هذا تاعنا ومحقنا نعرفوا واش راهو صاري فيه، وكي هدرت قالوا له كان غير ما هدرش زاد غير خلطها على روحه. هي بغض النظر على تصريحات ادارهم في بلاصتهم ولا لا لا، المشكله راهو فينا احنا تاني اللي العجب ما يعجبناش، اللي يهدر نحبوا نسكتوه واللي يسكت نزعفوا عليه كي ما هدرش. يا جماعه لازم نفهموا رواحنا احنا تاني ونفهموا باللي السيد راهي مسؤوليه كبيره على ظهره وبريسيون غير هو اللي قادر يحس بها، كيما يقولوا ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. تما في الاخر لازم نسعفوا بعضنا شويه لمصلحه المنتخب الوطني، مي شويه من الحنه وشويه مرتبط اليدين. ما ماجر لازم يفهم بلي ما عندناش منتخب واحد اخر نحيروا عليه من غير منتخب بلادنا. كان هذا واش صرا عندنا كتابه زميله سنجان دار قراءه زميله مريم رايسي. الوغ عمار كاس افريقيا نعم بالنسبه للفرق الجزائريه راح تخوضها غدا وبعد غد. شباب الوزداد واتحاد العاصمه. شباب الوزداد واتحاد العاصمه دونك اللي راح يروحوا يسافروا في زوج الافريقيا. افريقيا نيجيريا بالنسبه لاتحاد العاصمه دونك اللي مقابلتين مفخختين لانه اولا خارج الميدان وفي نهايه الموسم
نهاية الموسم نظن اللي يكون تعب بزاف، يكون خاصة من ناحية اللاعبين وخاصة من ناحية شباب بوزداد اللي عنده الجهة المعنية بها أكثر هي البطولة وهي نفس أكثر باش يضمن البقاء. الحاجة الثانية نظن اللي حاجة مليحة أنهم يعاودوا يستقبلوا في الروتور في الجزائر هنايا وعندهم أفضلية أنهم يقدروا يفوزوا، لكن هذا يمر عبر أنهم يرجعوا بنقطة من إفريقيا والله حتى يفوزوا. نظن بلي عندهم حظوظ وافره باش يجوزوا للدور. واش رايك بيسكو تكلم عن اتحاد العاصمه في امضاء بادو الزاكي رسميا لاتحاد العاصمه بعد فخ بعد ان فسخ العقد بين حمدي اللي راح يكمل حتى نهايه الموسم؟ حمدي راح يكمل حتى نهايه الموسم. نظن بلي صرار عرف بلي النتائج اللي دارها بادو الزاكي مع شباب الوزداد حتى الخدمه الكبيره اللي دارها، نظن اللي ما لازمش ننكروا الخدمه الكبيره اللي دارها في شباب الوزداد. مدرب يهضر بالعربيه يقدر يتواصل مع اللاعبين فاسيلمون، الفريق يحتاج مدرب كبير. هل بادو زاكي عمار راح يقدر يجيب كاس افريقيا لاتحاد العاصمه اللي يجري موراها منذ سنين؟ والله ما نقدرش نقول لك اسكو يقدر يجيب ولا ما يجيبش، ولكن عنده حظوظ وفيره وهذا ما يمر عبر انهم حتى الفريق لازم يتبدل شويه، لازم يجيبوا لاعبين على مستوى بالك اعلى من اللاعبين تاع دركا، ومع ممكن بادو زاكي الحضور تاعو ممكن يقدر يدير نتائج احسن من هذا العام. نعم، الشيخ رابح سعدان شوفوا اللوحه تاعك من فضلك. الوغ نعم، بالنسبه للشبان اللي فازوا على الفريق التونسي بثلاثه مقابل واحد، ممكن الناس ما يتبعوش بزاف الشبان لكن في الويكاند وصافي لونتون رابح سعدان الشيخ رابح سعدان ما شفناش فريق الشبان يفوز على فريق قوي كما فريق تونسي. لا حقيقة يعني أولا لأن هذا فريق لي U20، ولكن ما نساوش لأن من مدة ربع شهور من بعد فترة تاع خاصة تاع عمل جبار وكبير اللي داروه سورتو لي زونترينور في لي ريجيون، يعني كان كشف عدد من المنتخبات. نعم. Parce qu'actuellement nous avons quatre équipes nationales qui ont démarré pour les compétitions internationales. عندنا لي U21 اللي راحين يشاركوا في لو بروميي اوبجيكتيف سيرتو تاع لي جو ميديتيرانيان تاع تاراغونا. عندنا لي U20 هادو كي سون رونتري ديجا في لي كاليفيكاسيون تري تو. دونك مهما ماهوش محضر يعني كيف المستوى، لان 3 موا سي با سيفيزون دي تو. صح. دونك باش بداو لعبوا المقابله الرسميه الاولى ضد تونس، وعندنا في لو 21 ان شاء الله تاع الشهر هذا عندنا الماتش روتور في تونس. نتمنى ان شاء الله يرجعوا. اي عندنا لو U17 ايغالمون اللي حضروا في المو دوت دونك لي كاليفيكاسيون دو لا كوب دافريك ونيجير. الله وعندنا درك انطلقنا فريق نسوي اللي ما نساوهش. السناني جاي. تفضل. مازال لي U15 هذا نبداو بالرجال ومن بعد نكملوا بالنساء. دونك عندنا ليك U15 دونك دي ويندر ناين بروسبكسيون تري رابيد بور بارتيسيبي، لان على الجيري اللي هي محتضنه في تلمسان في من 9 إلى 15 لو تورنوا ماغريبان. نعم تاع لوناف. فوالا تاع لوناف. دونك ils vont participer pour la première fois et c'est la future. هذا هو المنتخب اللي ان شاء الله راح يخدم معنا في فتره طويله. صادق pour arriver les jeux olympiques c'est l'équipe la future équipe olympique d'ici 4 ou 5 ans. Donc هذه pour vous dire c'est l'avenir du football algérien qui est en jeu actuellement. Bon bien entendu qu'il y a également le département تاع le football féminin qui fait un excellent travail notamment avec mais principalement monsieur Cheikh également au niveau Azdin Cheikh qui est l'entraîneur et qui est en même temps le concepteur de tout le travail y compris de la formation des entraîneurs parce qu'ils vont lancer un programme de développement très 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 pour développer le football féminin. هناك استقرار في بالنسبه للمنتخب الوطني النسوي. Surtout parce que la CAF ou la FIFA يعني راهم يشجعوا كثير ماليا وماديا وكل في كل الاطراف يعني باش الكره النسويه تطور كثير في خاصه في افريقيا وخاصه في بلادنا في الجزائر. دونك هذا دونك ليكيب ناسيونال باسكو لا دينيير فوا انا بارتيسيبي افيك لي U17 بور لا بروميير فوا شاركنا ولكن سقطنا ضد فرق قويه مثل نيجيريا.
وهذا الاسبوع فازوا في السنغال، وهذه المره مع الفريق الاول. انا الفريق الاول ديما مع السي عز الدين الشيح توجور مع الخبره. اسمح لي، نهزموا بهدفين مقابل هدف، هدفين كاين مقابله عوده لو 10 دونك هم يدخلوا غدوه ان شاء الله الصباح اي فون كونتينيو لو ستاج اي فون يلعبوا المقابله في 10 من الشهر هذا. نتمنى لهم التاهل ان شاء الله. تمام فوالا. نعم دونك كاين شونتي كبيره راح نعاودوا نتكلموا عليها بالنسبه لا دي تي ان الشيخ رابح سعدان. محمد دو سي مفتاح رابح سعدان كيما الحاده او شونج با لي زابيتود تفضل. لا لا واحد اللي غير يكون قاعد في الموقف تاعه صح حس غير تكشفني ما جيمس هاي الور. انا ضحكت بزاف الشيخ صاري، هذه هما حاجه حلوه معليش خير من السبان ومعايرك حاجه لي فيديو يشوف ضحكاتك ياك شيخ حاجه تضحك حاجه ضحكتني تاع مع عثمان عريوات تاع يا خلينا هذيك مي كومام هذا الصوالح بالك مام هو يضحكوه ما غاديش بصح سبان وعليه وعلى داره ولا هذه اللي مش مليحه هذه حلوه هذه مام. انا نحب ماجر كيما راني حكيت لك غادي نخمم ندير سكاتش عليها مي بنحبو الصف با دير في الهيومور مين تهضر على واحد تحبو صح حاجه هالطريقه انا تبالي حلوه انا جو بريفير تقعدوا هكا خير من تاع نسبوا الواحد ولا هذه داكور هذا واش حبيت نقول باسكو اسكو قنعك رابح ماجر انت اللي فريمون من المحبين رابح ماجر سي سور كو سمعتو في التلفزه الوطنيه الاسبوع اسكو قنعك ولا بارازرت لقيتو ما امنتش يا نحوس عليك ماجر اهدر اليوم شفت درت هكا طب شي شفت واحد شبه ماجر واللي لقيته هدر اليوم لقيته يهدر وتحسي باللي خوف مسكين حاب يقنع الناس يحب يقنع الناس. انا واحد من الناس ما دامني نحبو قبل ما يهدر مقتنع به ان شاء الله كاريمون قبل ما يهدر مقتنع به قبل مقتنع لاني مش مقتنع بالعمل صدري مقتنع اني نحاس نخلي له الوقت بالك شيخ يعرف نخلي له الوقت من بعد نحاسبه ومين هضر ثاني مليحه شو ولا كيما قال لك هضر ما راه في خير ما صح مليحه هذه مليحه ربح هذه تاع عثمان عريوات معليش الو بورتو هيا قطع لينا يا الو بورتو يا مفتاح حنين تفضل. نعم الشبيبه لابد وفاق سطيف غدا ان شاء الله في ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو شبيبه مطالبه بفوز انها تفوز كامل لقاءاتها خاصه في ملعب اول نوفمبر على واش تقدر تقولنا. اشكركم على الاستضافه بعد مقابله تاع مولودة الجزائر كانت مقابله كبيره ونشكر الانصار اللي تنقلوا بالقوه واللاعبين والسطاف التقني والمدرب اللي وراه لاتوش تاعو بليك بوزيدي ما رطناش فيه مع رجال الفريق ما نقولوش بليك روطار ما على بالكش صلحونا راح بليك اليوم الثلاثاء اللي فات بليك فريق شبيبه القبائل وراه وجه حقيقي كان في التيران ورا غاني لي 3 بوان دونك حنا كمسايرين كاداره رانا نخمو الفريق وفاق سطيف اللي عندنا مقابله يوم السبت غدوه ان شاء الله على الساعة الرابعة في ملعب أول في أول مباراة. اسكو الدخلة تكون باطل تانيت ولا لا؟ لا الكل يبقاو لي ماتش كاع 15 نديرهم كاع. علاش بلي عندكم أموند أشاك فوا ديروا دخلة باطل في قوانين الفيدرال الجزائرية لكرة القدم؟ يديرونا أموند. عندكم إيه ما عندكمش الحق باش تكون باش يكون الدخول مجاني. القانون يقول ما ديباسيش 5 ماتش. نعم. علاش حنا الأنصار تاعنا ماهوش قضية تاع ضرب ولا حاجة باسكو المحبين فريق شبيبة القبائل سي با كيستيون درجة. الدخول مجاني غدا إن شاء الله. سيكونوا مجاني ان شاء الله بين انصار وفاق سطيف وشبيبه القبائل. حنا ما نديروش لا ديفيرونس باسكو حنا فريق شبيبه القبائل ما تستاهلش لهذ الوضعيه والله. نعم بيان سور شبيبه القبائل ما تستاهلش هذه الوضعيه. نقدر نقولوا سي مفتاح بلي انتم ورثتوا هذه الوضعيه ورثتوها يعني كانت منذ هذه الخمس سنوات الاخيره الشبيبه دائما كانت تعاني. لا صح ماشي هو الفناء اللي كانوا باش احنا ورثتوه ان شاء الله ما نزيدوش نولفوا ان شاء الله يكون اخر موسم باش ما نزيدوش نولفوا ان شاء الله شبيبه القبائل تولي العهد تاعها وتفرح الانصار تاع الشبيبه وكل محبي فريق شبيبه القبائل. الله يرضي ان شاء الله. نعم اللي عنده تدخل رفيق معزوزي ممكن تكلم على البطوله. البطوله تفضل. نعم بطوله الاتحاد الحراش فاز هذا الاسبوع لكن مازال يستناو فيه مقابلات نقدروا نقولوا صعيبه. هل مامنين في اتحاد الحراش بحظوظكم في البقاء؟ بيان سور مامنين، ما مامنين نحبسوا نروحوا للدار. احنا
انا مامنين وعندنا دي فينال. حنا عندنا لي 3 ماتش في لافيجيري ماتيماتيكمون لازم نربحوا لي 3 ماتش في لافيجيري ولازم نجيبوا ريزولطا من برا ان شاء الله. ثم حنا كاع لي ماتش ان شاء الله اللي فيها الخير الناد ولا تاجنانت ولا بسكره درني ماتش. حنا ما نتمناوش نروح حتى لدرني ماتش البسكره باش ان شاء الله نفريوها قبل درني ماتش. وشنو انا شفت انا لاحظت حاجه برك بلي هاد العام الشامبيونات تلعب كيما الشامبيونات تاع 2014 صح. ما كاين اللي قبل اللي مازال ما ديباساش لي 30 بوان كاع يقدر يلعب على السوبر ومام شامبيون قبيله كي شفت مام التيتر كاين واحد فوالا مازال التيتر مازال لي ماتش دوكا اللي غلط في بلادو نورمال دوكا هاد اللي حيلعبوا التيتر ولا اللي حيلعبوا السقوط ما عندهمش ايزون با دروا باش يغلطوا في بلادهم. حتى ولا شباب قسنطينه كان عمل با في بعد التعادل في مديه لان تعادل ثمين جدا بعد خساره مديه في ضد شبيبه القبائل. مي لازم يكونفيرمي والماتش الجاي اللي حيكون ماتش واعر مع راح يلعبوا سياسي الماتش الجاي. الثوره نعم. الثوره راح يكون مقابله قويه. صورة. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله تكمل هكذا الشامبيون وان شاء الله اللي يستاهل اللي يطيح واللي يستاهل يدي الشامبيون ان شاء الله يدي الشامبيون وان شاء الله الحراش ما تكونش من هذول اللي يطيحوا هذا. ان شاء الله. سيد احمد الحبيب. ولا عندك ان كومونتير تفضل. انا الاتحاد العاصمة نعم تفضل. انا باسكو نحب الياسم الوغ سمحت كلمنا على بادو ذاك. الله أكبر. انا واش اسم الياسم هذا العام شغل سوغاتي كيك شوز. ايه بزاف ماشي كيك شوز باسكو سان كلوب اللي راهو مليح يعني صح. من ناحية المادية ما عندوش مشاكل ما فهمتش على راهم هكذايا مي ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله كش ما يفرحونا ويفرحوا البلاد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وكانت هناك ممكن حادثه صارت في ملعب اول نوفمبر في تيزي وزو هذا الاسبوع تخص الحارس الدولي فوزي شاوشي. قبل كل شيء نشوفوا لا فيديو واش صرا ممكن الناس اللي ما تبعوش ولا ما شافوش واش صرا في ملعب اول نوفمبر نشوفوا لا فيديو تاع الحادثه اللي صارت في اول نوفمبر وان شاء الله السي مفتاح يقول لنا بكل حياديه شكون هذاك الانسان اللي كان واللي تكلم مع فوزي شاوشي باسكو سور انتم على بالكم شكون. نشوفوا الفيديو وبعد نوليو. اعاده العوده من فوزي شاوشي استرجع هذه الكره في وقت انه ربما اعوان يعني الاطفال هم الذين مكلفين باسترجاع الكره. اللاعب اعتقد هذا الذي يحمل هذه الصدريه اعترض طريق فوزي شاوشي ولكن فعلا هي تبادل الشتائم وتبادل كل شيء فعلا ثم يحدث عندنا هكذا أمور. طبعا نعم كانت هذه صور التلفزيون الجزائري وكان صور أيضا تاع مناصر ولا تاع كان في حاضر في الملعب شوفوا نوت خونغل وش صرا شوفوا بالضبط وش صرا اكزاكتومون. نعم شوفوا معنا دونك هو راح يتكلم مع الحكم ممكن ما سمعوش. دونك هذه الحادثة اللي صارت بين فوزي شوشي وشكون هذاك السيد السي حنين مفتاح. وكي تشوفوا لقطة كيما هذه لقطة غير رياضية باسكو هذا الانسان هذا الشخص كان من اعوان ملعب ملعب اول نوفمبر. حنا القانون يقول بلي كيكونوا الاعوان تاع الملعب يكونوا داخل باسكو لو كان تكون حاجه في الانصار هما اللي يحلوا البيبان باش ييفاكيو لي سيبورتور لوبيتال. ماهيش واحد حادثه اللي صارت في هذه المقابله واحد 6 خطرات ولا 7 خطرات اسعاف تنقل الانصار تاع الشباب ولا تاع المولوديه الى الاسعافات. شوف هذا الرياضيه باسكو فوزي شاوشي لعب في شبيبه القبائل على باله بلي راح يكون ضغط عليه. بما هو افون ما يبدا المقابله تحدثت معاه قلت له يا فوزي
بلي رايحين يكونوا لي بروفوكاسيون من الانصار كلش. قلت له انت سي هد روحك باسكو هذه ماهيش مقابله تاع الانصار ماشي من لي ستادي بصح. لا هذاك السيد واش يخدم هذاك السيد ستادي قال لك ستادي ستادي باش يحل البيبان تاع لي سيبورتور داكور وا في الستاد في الستاد يعني دروك فيها غير شوشي اللي غلط ماهوش غير شوشي كاع يغلطوا داك السيد شوشي غلط ما قولش ما غلطش مي خاص غلط هذاك مي شوشي ما لازمش يدير هذيك لقطه باسكو شوشي في المنتخب الجزائري انا داكور عليها لا لا في المنتخب الجزائري ما نقولكش فوزي زعما فوزي شوشي باش مربي ولا حاجه مي اللقطه هذه ما تشرفش فريق مولوديه الجزائر لا كره جزائريه لا فوزي شوشي. فوزي شوشي راح يتكلم عليه الشيخ لانه يعرفه مليح وفريمون هو اللي اول ناخب عيط له. انا حبيت نعرف برك واش كان مصير هذاك لو ستادي باسكو حبينا نشوف لا فيرسيون تاع شبيبه القبائل اللي هي مهمه. واش قال لكم لو ستادي واش قال باسكو عندنا لا ديكلاراسيون تاع فوزي شوشي وين يحامي على روحه وانا ماذا بيا نعرف واش قال لكم لو ستادي هذاك واش قال له ولا واش درتوا له. لا شوشي عنده الحق باش يبرر روحه. حنا ما نطيقوش نقول لك واش قال لي ستادي هذاك صافي. لو كان نقول لك واش قال لي ستادي هذاك صافي انا اللي جبته داكو. انا ستادي هذاك كان خدام الاعوان والامن الوطني كانت تما تدخلت داتو سمعته سمعته سمعت الاقوال تاعو. شوشي عنده الحق ما هو يبرر روحه باسكو اللقطه مهما يكون الحال ما لازمش يدير اللقطه هذه باسكو هذه الجزائر باسكو راح في الفريق الوطني. فوزي شوشي كان في واحد الوقت تجوز في مراحل صعبه نورمون صاي ما يزيدش يعاود في هذه الاخطاء مهما يكون الحال مو ناصر او مسير او حاجه يطيق يقولوا كلام بالك خارج الكره القدم مما هو يتحكم في الاعصاب تاعو باسكو هذا كي تقولي بليك هذا اسكو خدام تاعنا وتاع جياسكا ولا. قلت لكم بليك هذا الانسان هذا خدام تاع لوبو الى الدروا يقعد داخل تيراه اسكو على بالكم واش صرا له مصير كاين لي بوب سكور باش يخرج يفاكيو لي سيبورتر. علاش شفنا الشرطه جات داتو اسكو على بالكم واش كان مصيرو هذا الاستاذ دونك الامن الوطني تخدم في خدمتها ولا هذا الانسان هذا غلط كاين الامن ولا ما غلطش كاين الامن. وعلى نتكلموا خاصه باسكو الكره الجزائريه كما تشوفي فوزي يدير هذه اللقطه ما كما يديرش هذه اللقطه هذه كما يدير اللقطه هذه ما تشرفش الكره الجزائريه. اسمح لي اسمح لي والله ندخل هذه داروها لاعبين كبار. انا ما مانيش نحامي على شاوشي غلط هو غلط ولكن كاين الانسان دي فوا يكون تحت الضغط وكاع باريزون ايريك كوطونا صرات له مع الجمهور تاع ليكيب تاعه صدم عليهم ايريك كوطونا ضرب حاجي ديوف ثاني مع السيبورتال ودارها الخطره التاليه ايفرا كان يلعب في مارسي حكموا عليه بالنسبه لي كونتونا حبسوا عليه 45 يوم اشغال شاقه في صح استدير لاعبين كبار باش الناس تعرف يضربوا بهم من بعد قبل ما تكون جوا تكون انسان تغيدك حياتك غادي تغيدك عمرك تغيدك منها ولكن هذا ما يبررش واش دار شاوشي. معليش حنا نروحوا نسمعوا تصريح فوزي شاوشي بعد اللقاء اللي تصرفوا ما يبررش واش دار لكن نسمعوا لان من حقه انه يدافع على نفسه وبعدها نعاودوا نقولوا لو ديبا. فوزي شوشي شفنا اليوم لقطة طردك صرا فيها حدث مع أحد المناصرين فهمنا واش صرا بالضبط. واش نقول لك رحت نجي أنا باش نجيب البالو ومن بعد كي عاود وليت تسبني شنو طيح لي بيما ومن بعد أنا ما بغيتش نوزي زاد بزق لي في وجهي. أنا شنو نهضر مع ربي قلت له واش كاين واش ما كاش كي عاود قلت له عنده زاد وين عبينا واش عنده في يده باش جاي يضرب بكاش حاجه. انا كي هو طبعني انا طبعته كي بزقني في وجهي خلاص ما خلاص واش مازال انا ضربت انا نورمال قلت له يدي واش كاين واش كاين خرجي الحمراء لي انا ما فهمتش. شفنا ايضا عطلك كي كنت ترجع البالون لانه شاشه البال ما خدمش خدمته ماشي انا هو ماشي شاشه البال كون جا شاشه البال معليش شاشه البال نفهمهم كاع شاشه البال بغي لي جوار تاع ليجان هذا ماشي هذا ستادي هذا هذا ستادي بين بلي ستادي كون شاش دوبال ما يديرش هكذا ما يسبكش بيماك ولا يطيح لك ولا يبزق لك في وجهك وما كاين ربي سبحانه واش نقول لك هذا ما كاين. كان هذا تصريح فوزي شوشي اللي ديناه من لو سيت تاع مولودية الجزائر اللي مشكورين على ذلك الشيخ رابح سعدان. فوزي شوشي تعرفوا مليح اسكو زافي ايتي شوكي من الكومبورتمون تاعو في هذا اللقاء. بون بسم الله الرحمن الرحيم دونك نقدر نقول انا باللي بون فوزي شاوشي استدير لا في من اللي عرفناه حنا في الفتره كان معنا كان في
les plus grands clubs de l'Algérie, il faut dire la FGSK, l'entente de Sétif. Le Fariq Al-Watani était le premier مقابله ليه معاك في أم درمان. Donc comme tous les لاعبين عندهم نقطة القوة ونقطة الضعف. هو من نقاط الضعف تاعو هو خاصة لأن كما يقولوا الجزائريين منرفزين بزاف. دونك il était très très nerveux et كنا ديجا حنا شاك فوا نسي دو نخدموا معاه بور يسي باش يفهم الوضعية. واللي لاحظت من الفترة هذيك الحين يعني حقيقة يعني تحسن كثير. كما شفت أنا العام هذا تبعت في المولودية il a fait beaucoup de progrès تاع le comportement c'est-à-dire تاع التحكم في الاعصاب تاعو شفتو في عدد مقابلات ماهوش تاع مثال من on n'a pas vu le comportement اللي كان عنده قبل صح يعني فيه تحسن كبير ساجي نقدروا نقولوا بون نرجعوا للمقابله تاع هذه تاع شباب مع شباب القبائل اكيد باللي درك شاوشي لعب في شباب القبائل يعرف المحيط وهما تاني يعرفوه كثير دونك المفروض قبل ما يروح لهذه المقابله هذه لازم تحضير كبير من الناحيه النفسيه من مسؤولين تاع مولوديه الجزائر باش يحضروه وباش يوجهوه بور نو با ريبوندر ا اوكين بروفوكاسيون نوتامون سور ان تيران دو فوتبول باسكو لو تيران دو فوتبول يفضح Les caméras yefdhou, quel que soit. Donc le comportement d'un joueur, même minime, ce n'est pas de ma faute, mais c'est son comportement qui répond à une situation précise. Voilà. Donc, هذه هي. أنا نظن باللي مهما الكلام كيما درك حنا عايشين في الجزائر وعارفين واش راهو صاير. ولكن واحد ان جوار من الصمعة نتاعو وسورتو جوار تاع المنتخب اون بلوس تاع المنتخب الوطني شوف ما لازمش يدير الرجوليه كما يقولوا يمي دو كوتي ويتحكم في اعصابه واش يقولوا له واش يضربوه واش هذاك ما لازمش يرجع سي سا لا لين دان غران جوور انترناسيونال سواء مع المحيط اللي داخل في الملعب ولا مع الاربيتر باسكو سا سي باسي بليزيور فوا اوبارافون لما نهزوا لي سيزون Il y a eu beaucoup d'accrochages, beaucoup de mauvais comportements avec ses camarades, avec notamment le corps arbitral. Donc, l'ASM, donc encore, Gharta, Mkoun Sghira, Hakikatan, Léana Gouna, il y a beaucoup de progrès. Mais l'ASM, il y a. Gharta, c'est possible de faire ce que vous avez fait pour progrès. C'est sûr que c'est une provocation, net et clair, de la part. Mais il ne fallait pas qu'il revienne, il fallait qu'il continue. Quel est Makan Walou? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je pense que c'est à lui de faire l'analyse et aussi les gens qui le préparent. Bachir Zid, il te hassine ou il te hassine akhtar. Parce que chauffe, c'est pas simplement le côté technique qui est important, il y a aussi le mental et le comportement dans tous les niveaux que chauffe. Donc, ma kench, il lab, il coule moumtaz, ou il dit haja, mais je me dis haja, je rappelle peut-être. نهار زيدان اون فينال دو لا كوب دافريك لا فرونس كامله لا كونداني صح مهما احسن كان في الوقت هذاك كان محبوب من الجمهور كامل تاع في فرنسا وفي الجزائر كان محبوب احسن لاعب في العالم فوالا ولكن لو كومبورتمون تاعو علاش باسكو هو مثال للشباب ما لازمش يعطي صوره اي لوخر لا بروفوكي نيس با Oui. Même par la suite, l'offre a demandé des excuses. Parce que Arafle, le point faible, Jazair est un Ihtahoua, et il est tombé dans le piège. Et c'est la même situation ici, avec un degré moindre. Donc il a répondu, donc il est fautif. Cheikh Rabah Saadan, juste pour rebondir, on va aller voir le Rafiq Mazouzi, qui est un Hars Marmaïdan, qui peut vivre cette dégoutat. Dans le temps où les Jamahil Jazairia, on peut dire tous, نادي برئيس بولحي في المنتخب الوطني هل وش فعل الغلطة اللي فعلها شوشي فوزي شوشي ضد شبيبات القبائل الفراجيليز با ان بو ممكن لو شوا تاع رابح ماجد حطوه في مأزق لان الناس قاعد تهضر بولحي اللي راهو في لياقه هو الى توجور ديفوندو شوشي سون شوا ودوك لو كومبورتمون هذا يقول للناس ها شوفوا ممكن نروحوا لافريقيا ويكون كومبورتمون كوم سا
هذه نخليوها كما نقولوا انا مصطفى يفوا لي ليسي لو لو سون شوا فاصون نورمال شو نتكلم على لو شوا اسكو ما تحطاتو شويه دون ان بوزيسيون بيان انتوندي مي جو بونس كو دون لانتيري شوف سيتا لوي دو بيزي وراه هو باسكو شوفي لان كيما قلت شاوشيا في بوكو دو بروغري في الافلام هذه مفروغ منه بون هذه درك دونك حقيقه بون كومبورتمون كيما هذا بون درك سيتا لونترينور ناسيونال باش يوزن يعني لو تروك اون ميم تان يبا ديسكوتي تاني سيرتينمون مع اللاعب بور كو اونكور سو كومبورتمون ما لازمش يزيد يخرج اي سي علاش نقولوا لونترينور ناسيونال سي لو سول ماتر évoluer, c'est l'intérêt de l'équipe nationale également qui rentre en jeu, يعني داخل في الميزانية, يعني داخل في الميزانية تاع اختيار اللاعب, et on lui laisse le choix, c'est à lui de, أنا نظن باللي ما لازم ما نقدروش حنا ندخلو. لا ما ندخلوش اختيارات. هو يحس المدرب الوطني هو اللي يحس شمت حس بال سورتو الأولويات وحس بال سورتو ال ديزون ال ديز انتيري تاع الإكيب ناسيونال. فوالا هذا هو الشيء اللي مهم هي مصلحه المنتخب الوطني يا سمولا توت اون كوريجون بور نو با كو دي تريك فون سريبيتي نوتامون دون لي كومبيتيسيون افريكان لي يا سمولا تكون لهنا احنا نشوفوها ممكن في الجزائر برك لكن في بونجول انا شفت اخر تنقل البونجول الفريق الوطني لان كنت ما خرج بالحجر من الملعب وكان هناك دي بروفوكاسيون كبار كثير دونك فريمون يفو فير اتونسيون رفيق معزوزين تاع حارس مرمى ممكن ايضا يكون عندك ضغوطات هكذا خاصه مول لي بوا سي كونو في الجزائر الوغ كيفاش هل فهمت فوزي شاوشي ولا ديفيسيل دو جوستيفيي سون كومبورتمون كي حرجتينا على كل حال بالسؤال هذا شاوشي حبيبنا وخونا وجي اسكا اعطيني برك انا حبيت نهضر دو مو برك انا ما باليش واش صرا بيناتهم اكزاكتومون شكون اللي الاول اللي بروفوكا الاخر دونك هذا الانسان ما يمثلش كاع جماهير تاع شباب تقبال بيان سور بيان سور وفوزي شاوشي ثاني قلب لحمه راك فاهم نعم اللي تبطيقه فوزي شاوشي نو قال لك الاستاذ ما يمثلش كامل الشبيبه هي نورمالمون فوزي ما يديرش عليه علاش حنا انا لو كان نحكي لك خطره واش داروا لي انا حكينا معليش خطره في واحد الملعب بار برانسيب واحترام الناس هذوك ضربوني حاشاكم بالبول حاشاكم عشا قدركم عشا المستمع واش الملعب هذا؟ ما نقولوش مع احترام الناس هذوك اللي ضربني ما يمثلش اللي ضربني ما يمثلش هذوك الناس ناس كرامة وناس ما شاء الله كان تما الاربيت بوخالفه قلت له يا شيخ انا نحبس فوتبول الا ولا فيها البزاق وهاد العفايس نحبسه وخلاص صفر قلت له خرجني بالروج قال لي غنصفر بقى واحد دو مينوت ولا يصفر الدم تاعي اللي كنت مليح في هذيك الماتش هما كانوا يسحقوا الماتش انا كنت مليح هذه هي الدم تاعي سما حنا يصراونا بزاف سيرتو لي غارديان الشعب موراك سمع كي نسمعوا دوك حنا والفنا نسمع دوك هباك يما انا تلعب معايا اختيار يعني 11 جوار كاع يسمعوا بيان سور لا لا ماشي لا لا اسمح لي جوار تقدر اسمح لي اكزاكتومون جوار تقدر لي غارديان من داك انا نحن نهضر هضره باش ما يفهمونيش حتى شباب القبائل باللي زعما اني دوك ما بليش وصرا اونتر شاوشي وهذا الانسان انت قلت باللي ما نورمالمون ما يديرهاش يقدر ما يديرها بس قلت لك نورمال ما يديرهاش مي القلب لحمه باغي فاهم الله غالب دي فوا صدي اباك مع لا بريسيون تاع الماتش هذا مول ديال لو كرب حكي مولو دوزيام وي مع لا بريسيون تاع الماتش انت تخبى على مولو ديتو لي دوزيام حنا الفريق خبوا على فريق شباب بارك الله فيك سما كاين ضغط كاين حنا الانسان هذا هو ما راش يخمم هو قال لك السيد هذاك ما يمثل الجمهور تاع شباب القبائل باش ما يقدر يفهم حاجه اخرى شوف اللي يقدر يفهم فوزي شاوشي ومانيش نمدح فيه ولا نزكي فيها الا غلط فوزي نورمالمون انا قلت انا حارس انا ما نرجعش جامي رجعت وما نرجعش ما ميدي لي وشنو الا بزق عليه هو الاول ولا لا تما اللي واعره شويه واللي يقدر يحس بالغارديان غارديان لا واش تقول مع سوسي ما زعما نقول لك بلي كاك ديفوندي شاوشي ولا ماكش ديفوندي شاوشي لا ديفوندي علاش انا شاوشي هذا الشخص هذا ولا دار له جيست هذا كاين كوميسار دو ماتش يروح لعندو يقول له واش دار ليه كاين لي كاميرا يرجع اللور صافي لو كما دارناش مقابله بالتلفازه ما كانش شكون احيا من بهذه اللقطه هذه ما يقدروش لا لما كاين ديليغي كاطريا سبك دار لك حاجه شب را
روح للديليغي كطريب قول له بلي كان الشخص هذا اسمح لي اسمح لي خويا في الميدان خويا سي مفتاح اسمح لي انا صرات لي هذه ما عندهاش بزاف ما عندهاش بزاف جان صغير طفل صغير دهبلوا في واحد لي سيبورتور يهبلوا فيا ويسبوا فيا ومن بعد قالوا سبوا وبدا يسب فيا هذا قبل هذا في لي شوفمون كي رحت لهذاك الاربيت قلت له يا شيخ شحال في عمره هذا جان واحد في 14 15 هكذا وصغير هكذا انا قلت له تما كي بدا يسب فيا قلت له ما تعلمش ما قلت له انت جوار واقيلا عميني ولا كادي في هذيك ليكيب قلت له رفد لا هكذا قلت له بالعقل ودرت له هكذا في راسه نورمال هو كمل هو مسكين مع الشعب بدا ومن بعد قلت له الاربيت قلت عباك ماتش تكونسونطري هو يضرب لك في البانو هكذا وانت عندك ماتش ديسيزيف راك فاهم والسبان وكذا قلت لهم يهضروا قلت له كاين واحد جانا قال لي بالاكسبيريونس اللي عندك دير على جان هذاك راك فاهمني سما واش راح تقول له قال لي بالاكسبيريونس اللي عندك حياتك كانت سينيور قال لي دير على جان هذاك سما رفيق ما تروحش بعيد هاو بروفوكاتور هاو ليك نعم هذا بروفوكاتور هذا كان هذا كي بروفوك هذا كان احكي له احكي له هذا كان فوتوغراف لا خلي عمر يحكي اسمه سي ار بي كان يبروفوكي في مزاير حتى نلصق فيه هذاك تشوف فيه انا نحكي لكم شي غالي شرشو دو بال باش ما نحصلوش دراري ثاني ما حبيت تكون جانا انا كنت حبيت نهضر على شي كنت غير انا شي ممكن نخسر بزاف نقاط مع رابح ماجر رابح ماجر اللي ممكن بالك ايام قليله كان يقول بلي شاوشي احسن حارس في افريقيا وراح يعتمد عليه ممكن راح يبالك نقدروا نقولوا من فهموا من الكلام تاعو انه راح يفضلوا على مبولحي لا راح يفضلوا هذا غير بصح في هذه اللقطه نظن بلي خسر نقاط غير خسر غير فوتها نظن بلي خسر نقاط كثيره مع رابح ماجر ممكن دخل زاد مشكل كبير لرابح ماجر ما كانش محتاج المشاكل اكثر راه ديجا مع المشاكل وزاد له فوزي مشاكل مي شوف السيد احمد عنوي كيما يقولوا بلي اللاعب يتقلق اش كانوا يسبوا فيه ممكن 30000 ولا 20000 ما تقلقش صح بالك كلمه مع هذاك الاستاد رياجه صح نعم سيد احمد الحبيب انا حبيت نقول كلمه واحده باسكو هذا الانسيدون اللي صرا هذا تاع الشاوشي ومع الـ مع الـ انسان هذاك ما نجموش باسكو انسان باسكو شاوشي سي ريبريزونت الفوتبول الجيريان المفيد انا واش راني حاب نقول توجور جي اس كامولوديا سي دي ماتش فير بلاي و سي دي ماتش اللي كاينه طول طون صح صح صرات خطره هاد العفسه هادي جو بونس كو اون فا ما كبروهاش بزاف باسكو يا ان كوب راهي جايه بين مولوديا و جي اس كا وباش تكون المولودية وجي اس كي كل ماتش ديربي ان شاء الله ان شاء الله حنا كي مسير الفريق شباب تقبعيس تقبل مولودية الجزائر هذه استقبال ولا كاين اي مسير ولا لاعب يطيق يجي البلاطو يقول بليك فريق شباب تقبعيس باش تقبلت الناس احنا انا نهضر على لي سيبورتور انا باكي بداو يسمعوا واش راه يصرى وهكذا كل واحد يبدا يولي تفضل شيخ تفضل شيخ شوف دون لي تيران دو فوتبول درك شوف اسباس درك ان جوار بروفيسيونيل دو تيتر متر شوف خاطر مالي ما تحكمش في اعصابه اي فور جو بو فو سيتي بلو لوين انكور يا دي اون اوروب بورتون اون اوروب يا سيرتان كان اللاعبين يعني اسود ولا في هذاك وي باس دي مومون يطيحوا عليهم هذاك مي مالغري سا شوف الكومبورتمون تاعهم يبقى Et au contraire, tel gars dans les journaux, dans les gens, les gens défendent. Donc, ce que je veux dire, où je habite une gueule là, là. Et quand tu as un peu de mitan, là, le gars de Damour, on lui dit, mitan, bah, je ne charge pas un bel carton rouge. Donc, qu'est-ce que mitan là, où il te calque bizarre, il roule un peu, bah, je vais essayer de rendre le match, d'utiliser des techniques qu'il m'a calque, bah, je ne charge pas. C'est ce que j'ai cité, t'as Zidane. الاخر راح شاف ام درمان كنت كنت حاضر في ام درمان وراء لي بوا تاع الحضاري وحنا كنا حاضرين حتى نسيم كان حاضر نقدر نقول لكم باللي عصام الحضاري سمع واش سمع من طرف غير صحفيين ومصورين جزائريين اللي كانوا موراه الى با رياجي اون سول سكوند زيد حاجه اخرى حنا ليكيب تاعنا واش داروا لنا حنا في المقابله قبل واش داروا لنا في مصر لي جوار في القاهره كانوا محمسين باش يضربوهم وحنا ملي وصلنا انت تكلم فيهم ام درمان قلت لهم شوفوا باغيين تروحوا لكاس العالم
دونك لازم نبردوا الاعصاب وزيد درك يبروفوكيونا درك يبداو يعرفونا احنا يعرفون شوف التوانسه والمصاروه يعرفونا ديما يخرجونا من الماتش ويخرجونا ان جوار ولا زوج يخرجوه منا فهمت اكسبولسي بالكلام داير بالحاج لوسكو لا يو لافيرتيسمون في الماتش هذاك جو مسيو ليفي بس قلت لهم كون يخرج واحد حنا خسرنا الماتش دونك سي سي تري امبورطون باش واحد عارف ما هو الضعف تاعو لازم يتحكم فيه يتحكم فيه لا ما يتحكمش فيه سي با ان اكسيلون جوار مام عنده عنده توت لي كاليتي كيما قال لك تكنيك دات لو ميور مي ما يتحكمش في روحه اي بورا با لي لوا في المستوى العالي نعم فيليب كنت حاب تدخل دخل هو الضغط يولد انفجار على كل حال ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله في القضيه هذه اللي يكون في القضيه تاع عمر عمر نهار صار لي مشكل مع معليش معليش مع ميزاير شوف انا في هذيك الايامات كان الفيونسي تاعي ماذا قالوا لي بين رجله تاعك باش تدي الطفله يا اخي بين رجله ودي الطفله ما فهمتنيش قبيله انا جامي صالي بروبليم مع جي اس كا ملي نلعب فوت فهمني جي اس كا ستان جران كلوب وفخامه الاسم تكفي هذا الجاست ما راحش انا على بالي بلي هذا الجاست اللي هذا وسره ما راحش ياثر على العلاقه بالفريق انا راه على بالي مولود جي اس كا يتحابوا وكذا وانا جامري بيان عفسا انا مسلمين يا اخي جيبوا هذا ستادي هذا يا اخي عندكم ماتش دو كوب ابري 15 جور واقع ولا 10 جور ستادي هذا وجيبوا فوزي واقع ما يلعبش ما شحال ضربوا الا ماتش ولا دو ماتش اكسلاي صلاه في الدراسه وكي ما لا بالي يجيبوه نورمال عاودوا يدخلوا حنا بدون اطاله نعم قبل كلش حنا مسلمين يجيب لي هذا بلي استمالو طوندو صلاه جابها الشيطان جات هكذا يعاودوا الاخر انتم كما يقولوا كمسؤولين فوالا كمسؤولين بصفتك انت ولا صفتك كاش مسؤول تاع لمسيه يجيبوا فوزي ويجيبوا خونا هذا ويطلبوا سماح بيناتهم وتعاودوا يعملوا مجاري هذا رايي بدون اطاله نروح نشوفوا ميكرو تروتوار تاع فيليب الجزائري اللي كان على اسمه سامي بدر قابيل مؤخرا سامي بدر قابيل مولوديه الجزائر شوفوا ميكرو تروتوار جياسكا اختلفت ملي جابو زيدي وشنو الماتش تاع البارح كا اكسيبسيونيل ولعبوا ملي بدات لا سيزون ما لعبوش كيما البارح لو برومي ماتش اللي لعبوا يعني لا جياسكا بنت على حقيقتها الماتش الجاي مع سطيف يديروا حاجه يديروا حاجه نورمالمون راحت العقده تاع السطا تاع تيزي وزو كانوا في السطا تاع تيزي وزو جامي يعني داروا ماتش كيما هذا الماتش الاولاني يعني اللي لعبوا بالحراره كانوا يلعبوا يخافوا بزاف خيفانين لي جوار دوكا كدا تليبيراو شويه مام شاوشي ظالم هي نوم ما يخرجش ما يخرجش من الصطاد علاه الضغط هذاك هو وين راح يلعب واش خرجوا من الصطاد راح يجيب بالون وما يجيبش بالون كاين اللي يجيب البالون الصطاد ماشي حق عليه وهذاك ماشي حق عليه ماشي جات كيما يقولوا تاع واحد بروفيسيونال جيسكا ستيكرون ديك بكري هي طلعت العلم بالجزائر شحال من خطره وشحال لي شابو هي المخيره في الجزائر هاد اليوم هادو واحد عامين وثلاث سنين عندهم مساكن مشاكل وان شاء الله المشاكل راحوا واش مو جا واش مو بوزيدي وملال ان شاء الله يسقموها ان شاء الله يسقموها وان شاء الله يكملوا العقد هذيك ان شاء الله تفوك تكفى ان شاء الله تكملنا الماتش هبلي فور حنا برا درنا له وشراوه باعوه كسروه ما داروش مي وفات كنت سول لو تيران سيتي مانيفيك سول لو تيران تو الموند لافي لو ماتش كوم ايليتي لعبنا اسنا تام جياسكا مولو جا مي جياسكا غير ضلي ما تيز جياسكا دوي ذاك نيزيك ديوالي لا جي سي لو جامبو جاتيك لعبني ضلي وما داير بكم يهضركم ربي كسو انا ستريس كي لعبوا توجور هكا كيني مي باسكو اوني سو ستريسي جياسكا اون فو زام افون اون اي افيك فو لي سبيكتاتور راه كان لي سبيكتاتور سي انكور بوكو ميو ايضليا فريمون مانيفيك ميرسي ا تو دو ديبي جوسكا لا فان ايضليا ايزون جوي افيك لو كور ريان افوا ني بوزيدي ني اي جودي ني نابورت لو كي مي افيك لو كور اون فا غاني والله ما بغا ما نخم كلش كاع سيل فو بلي والو او نو دو لا جياسكا اون كومبار توجور الماتش تاع البارح تاع جياسكا يعني هايل ما شاء الله والله يعني يقول لك ماتش فكرونا تاع ايامات زمان يعني البالون ولا الحراره هي البارو كوس قدم الحراره يعني جياسكا بربي ان شاء الله ما طيحش شفنا لافريج جياسكا البارح
شفنا جياس كا تاع الرجال البارح دار كرو ماتش داير نفيليسيتيهم على الكوراج اللي داروه البارح باش فرحوا الببليك هذاك اللي جا خاطرش كي تشوف الببليك هذاك اللي جا البارح ماشي ساهل تخسر الماتش تاع البارح سي ديفيسيل باش تخسر الماتش تاع البارح هما ديجا هضروها وقالوها كي تشوف الحراره اللي دخلوا بها من الاول ديجا لو بيت تمركا في الديبي تاع الماتش مالغري عطى لهم بيلانتي مالغري بيلانتي اللي سيفلاه شويه مشكوك فيه بصح داروا له كوراج شكون هذيك تاع تمتم ولاو ما ننساوش لونترينور ما ننساوش بوزيدي ما ننساوش ثاني لا ديريكسيون جديده اللي جات اللي ريغلات المشاكل تاع اللاعبين اللي خلاتهم شغل يحسوا بلي كاينوا رجال معاهم صح المولدية خسروا نظن بلي كان ضغط كبير عليهم وما قدروش جياس كيربحوا بصحتهم مازال مشوار مازالوا سي ماتش ان شاء الله نديروا نتيجه فيهم وبالك لعبوا البوديوم بالك ندوا الشامبيون ان شاء الله هذه المولدية ان شاء الله جياس كيربحوا بصحتهم كانوا بون نظن بلي كانوا بزاف اغريسيف دخلوا باش يربحوا وربحوا بصحتهم أنصار الشبيبة في هذا اللقاء بينوا باللي الأنصار تاع الشبيبة والشبيبة يقعد فريق كبير باللي في وقت الصح يلقاو الأنصار ويخرجوا لي غران ماتش. استنجوم التليكو ثقيل التليكو ثقيل تاع جياس كاع التليكو. سبعة اكتوني أنا نقصت لكم واحد ستة وثقيل سبعة راهو الله يبارك معروفين أنصار تاع شبيبة القبائل معروفين شوف أنا شفت لي ماتش تاع جياس كاع وتاع الحراش وأنا نلعب جياس كاع ولا الحراش. كاين دي ماتشتهم لو كان يشوفهم نعم بالك عمار بالك او الشيخ هنايا هو اللي يعرف خير منا كاع ما تقولش فرامي يلعبوا في ديال الترتيب كاين دي ماتش لعبناهم ماشي تاع لي دو زيكيب هادو ماشي اللي نورمالمون اسمها ما يستاهلوش ديال الترتيب وبهاد لاريفي تاع بوزيدي انا نقول لكم بلي درتو لافير باش بوزيدي سي ان بون اونترينور ما يجي بوزيدي جبنا رئيس اللي هو الفريق الله يبارك انا اللي كنا استقبلناه بلا رئيس ما تقدرش دير فريق انا ما نهضر لك اسمح لي انا ما نهضرش كوتي ادمنستراتيف نهضر لك كوتي تكنيك ابي بري باش يجي بوزيدي نو جوار ولا بوزيدي ولا اللي جاب بوزيدي الرئيس الله يبارك ان شاء الله ربي يوفقه معكم ان شاء الله وان شاء الله هاد المدرب وكاينه حاجه برك عندكم لي جوار ما شاء الله في جياسكا كاين دي جوار اللي عندهم اسماوات اللي يقدروا لو كان يريحوا هاد لي جوار العام الجاي بوزيدي بكم انتوما بهذا اسمو تاعكم هذه الوقفه تاعكم ولي سيبورتر تاعكم ديروا حاجه ان شاء الله لعبي ان شاء الله هذا هو المشكل تاع فريق شبيبه شك عام 12 لاعبين 5 مدربين ما تكونش لا ستابيليتي وان شاء الله النحو هذه ان شاء الله شبيبه القبائل ويتجسد كاع في مراحل ماهيش مليحه ان شاء الله يروحوا ان شاء الله اون فا كونتيني دو بون سونس ان شاء الله نعم قبل ما نروحوا عندنا حصري اليوم pour faire plaisir d'abord ليكم وحتى في كل مره نجيب لكم حاجه جديده في غير فوتها ان بيتي كادو هكذا pour الشيخ رابح سعدان حنا لي انفيتي تاعنا سورتو كي اللي نعزوهم بزاف نجيبوا لهم دائما حاجه دونك لو بروميير بيتي كادو كان préfère نخليك تشوفوا une déclaration un témoignage دونك شوف معنا وقلنا رايك Bonjour Cheikh, c'est Antar, comme vous m'avez reconnu. J'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire cette petite vidéo pour vous. Voilà, j'oublie pas les années qu'on a passées ensemble. Je garde un très très bon souvenir de notre collaboration et vous resterez quand même l'entraîneur qui m'a marqué durant toute ma carrière. À bientôt. شكره على لا بايزيتي بيان سور شيخ فوز ات لونترينون تاع هو المدرب اللي اثرت لو بلوس عليه كامل مشواره الرياضي ونعرفوا بلي عطر يحيى جازه لعب في الانتر ولعب دونك فوالا نو بكل صراحه يعني حاجه سامتوش انورمومون يعني تقسني كثير خاصه من جهه ما كنتش انتظر فيها شخصيه قويه عن طرش شخصيه قويه شخصيه كذلك لان حتى في المستقبل من بعد كره القدم نتمنى له باللي راح ينجح في مهمات اخرى باسكو لي اونطرا او يكون كون في روحه
كمانجر يعني شيخ خالد الفراوي يقرا في الجامعه لو ماناجمنت سبورتيف وباش هو باش يكون مسؤول في التسيير اي تو سي سا سودو هذا لو دومين سي يعني صراحه يعني راجل في المستوى حاجه ثانيه اوكي سورتو بور الشبان اللي يعرفوا كما هو يتكلم ثم لغات يعني صح سنغا بوليغلوت يعني اكسيلون كي جوي دون بوكو دو بيي اون اوروب وعاش كثير ثاني في الجزائر كي كان صغير دونك يعرف العقليه كما لهنا كان هو مثلا كما كان يقول بيت التعمور كانت جماعه تعرف غير العربيه وكان جماعه تعرف غير الروميه دونك هو سيتي ان تي بو لو لوليان كي كنا هذاك كان ان فغي شاوي با دي ريان افيكتيمون دونك سي بور فو دير سي بور سا الاحترام كبير متبادل من حتى انا من طرفهم اي جو لو سويت ان شاء الله اليوم سيد شيخ واحد لاعب ولا شخصيه كيما عنتر يحيى هل بيان سور ا موان تيرم ا لون تيرم يقدر يكون مثلا رئيس فيدراليه الجزائريه لكره القدم وي وي بارفيتمون نو الى البروفيل يعني بكل صراحه الى البروفيل الى توت لي كاباسيتي سورتو كو شوف لي مليح خاصة لما واحد شوف حنا يا بوكو دو دونسيان جوار وكنا نتكلموا من بكري باش لما تنتهي المهمة نتاعك كلاعب لازم واحد يفي ريكونفرسيون هي دي جون اللي عندهم امكانيات ولكن للاسف ما دخلوش لفترة التكوين بون يفو دير ايغالمون في الجزائر ماناش موفرينهم يعني لهذا هذا طونديك هو الى لا شونس داتر اون اوروب يعني في اوروبا مانجر عام لي اورليون في الوقت الحالي عندهم لان كاين مدارس كثير باش يكونوا اون بلوس راهو عنده تطبيق مباشره في دونك انت تشدعوا باش يكمل في هذا المجال ونتمنى اننا نشوفوا يعني في المده المتوسطه باللي باش يرجع للجزائر باش يساعدنا خاصه لان احنا واش اكشوالمون لو بروبليم كيما كان يقول في الفيدرالية خاصة لا جي اس كا ولا دون لي كلوب و دون في لا فيدراسيون سي تسير نعم نو زافون بوزوان مانون يعني بكل صراحة نوتامون لي زونسيان كو سوا جوار و ديريجون ولا هذاك بور بارتيسيبي على رولونس ان شاء الله تاع الكرة الجزائرية ان شاء الله باش ترجع تدريجيا اون بوزوان سيرتو دخلنا الاحتراف ولكن في الحقيقة ماناش في الاحتراف ماناش في الاحتراف في الانحراف ها مازال ما عندناش في الاحتراف شيخ نعم مازال ما عندناش في الاحتراف نعم لا يجي خلي يقول لي برك علاش بعد يدخل تكون منحرف بعثوا لي محترف شحال لازم لنا باش ندخلوا فيه؟ 60 طون جو سي با باسكو يفو تو روبروندر ا زيرو باسكو شوفي تو كاريمون كلش نو سي لو بون درنا تقييم بهذا لا دانيير فوا افيك لو سيمبوزيوم مي سي با سوفيزون دونك يفو روبروندر باسكو شوفي لو فري ترافاي يعني كل المهم كثير هما لي كلوب هذاك هو الساس تاع الكره الجزائريه لازم لي كلوب يوليو تنظموا كيما لازم الحال سادير دابور او نيفو اورغانيزاسيونال هذا الشيء المهم ولازم نديروا الناس في المستوى سادير لي بوست تاع محترفين حقيقه في التسيير فهمت في جميع باغ اكزومبل جي بي ماغازيني سي ان فري بروفيسيونيل ماغازيني فهمتي باغ اكزومبل تو رامان ان غاد دي فينونس سي كيلكان كي كوني دونك يا تو سا سي با لو فينونس تاع لونتربريز ايغالمون دونك يا لي ميتي سكون ابل لي ميتي دو فوتبول يفو لي كريي يفو فورمي دي جون عندنا شبان الله يبارك موجودين عندنا دي زونسيان جوار ايغالمون كي بوف سي ريكونفيرتير يا دي ايغالمون دي ديريجون كي اون ترافاي دان لو كلوب il faut les mettre dans هذاك وان شاء الله سيون ريغوني عندنا ليك ايضا واحد الصور ممكن رابيدمون ما باليش ولا عندك الصور هذه ولا لا احنا جينيرالمون سي نجيبو لي ما عندكش الصوره الاولى قلنا الشيخ واش قلنا واش وشنو هذه ولا لا انا على بالي ما ماذا بك انت تقولها وي ما جات بن شيخ سي 82 تونس سي لا تونيزي وي نعم سي لو ماتش اميكال نعم ماتش اميكال كنا غاني 1-0 ولا 1-0 فوالا سي تري بون ميموار شيخ تو تافي نعم صوره اخرى ممكن عندك صوره هذه ولا ما عندكش؟ عنديش باش نعطوهم لكم بعد كامل منين جبتي هذه ثاني؟ هذه درناها في الكويز وجابها على بالك الممثل نو جامي جابها مصطفى العريبي الممثل ولا جابها درناها في الكويز جبتها انت كاع
هذيك شحال كان في عمرك الشيخ؟ ربي سي كيف اسمه سي لو ميور اتاكون دو مولوديا سي طاهر حسن نو نعم طاهر حسن نعم الله يشفيه لان قالوا لي مالاد ان شاء الله نتمنى له هنا كنت مع فريق الابيار وي اي سا سي او 20 اوت اون لي ا باتيو في لا كوب ايزون ايتي اليميني بار لا جي اس او بي ان اكسبلوا صوره اخرى هذه ما عندكش ثانيت ما عنديش ما عندك والو شيخ عندي والو نديروا لك البوم صوره اخرى سي بور سا سي بور سا شفت صاحبي الفوتوغراف باش يبعث لي هاوي ما بروبلي صوره اخرى ممكن ملي جبتوا هذو سا سي اجمل صوره في الدنيا وي وي لو ريتور دو لارجيري اون كوب دي موند ابري 24 عام Et après un parcours de plus de deux ans de qualification. Et quel parcours, cher? Oui, oui. Cher, Wallah, à l'an, ma zouja ta yoga, ma bla, ma zel ndir had li video. Ma zel had li video, nchouf hom, nchouf dik l'farha ta akoum ouga. Oui, tchouf l'ahmak. Ma zel, Wallah, ma zel druk la wahda ta alli, zouj ta alli, ou la. Bach daya. Bach la min demoraliza, bach n'tala al moral, belli blad ma zel ha bkhir ndir had souha la. Oksim laka billah. Ou frah ta hna, ta chafra ta asma. كنت نفرح باسكو مام انت الشيخ شويه كانوا ناس طايحين عليك وي بيان سور ماشي شويه بزاف ماشي شويه في كاس قبل كاس افريقيا في لو كاستولي اسنا نقول لك من وقتها بدات كي تكاليفينا لا كوب دي موند سادي في ابري ام درمان بداوها لنا في فرنسا كي رحنا نحضروا كاس افريقيا فاش الشيخ نهار جيت لك في فرنسا وقلت لك صحك احد ديميسيوني كان احد ديميسيوني اون بلاس طاج قبل كاس افريقيا وانا هنا فرحت اسمع لماذا باش يقولوا لي هاو الباب انا تماك والله كنت نفرح فرحت للجزائر بلادي وموراها نفرح لك ليك باسكو علاش كنت يعني كنت بطريقه كنت تقول لهم تيزيفو بطريقه تاع زعدان تاع ما يحضرش نعم وفيليك حاتم خويا انت فهمنا تحب محمد جاي تحب لها بسادر خلينا مو واحد غير رابح غير خلينا واحد اسمعني نحب تاريخ الجزائري وهذا واحد من التاريخ الجزائري صعب ونقول لك حاجة شيخ والله سي با باسكو إلي لا مور اللقاء تشفى شيخ كي خلاص اللقاء كانت خلوطة كبيرة خلوطة كبيرة وهنا شغل وحدي هكذا ندور تما مع الغاشي هكذا بعد قال لي أنت واش راكي ديري هنا اطلعي في البوس وشغل جيتي لا سول جوبون جورناليست كنت معاهم في الأوتيل وعشت معاهم هذيك الآخر وشيخ والله العظيم جون تيموان إلي تي تخي سوغان شغل ما تقولش بلي كان زعما بزاف شغل هذيك لا سيرينيتي شيخ شغل ما تكاليفيتش لا كوب دو موند كيفاش دير باش تقعد سوغ دون اتو مومون سي لا ناتور كيما قال لك فوالا الا دير لا ناتور هذه هي لا فورس تاعي سيتي سا بون جو فو دي با بلي جي بلوري افون الماتش افون الماتش وعلاش شيخ 11 باسكو حسيت سيتي لا ريسبونسابيليتي تحسيها قبل avant le match à 11 heures avant le match tu فكرت بلي الجزائر تستنى لا فيكتوار قلنا كون نخسروا qu'est-ce qui va se passer en Algérie parce que vous sentez le poids à ce moment-là قال انا هو المسؤول على كل شيء والحمد لله ربي ونتمنى كنت تحس روحك شويه محقور كنت تحس شويه حق راه بتات خافون مع كامل المشاكل اللي صراو اوسي افون سي تو كي رومونت على سيرفاس تو كي رومونت وي توت افي وي نو جيتي دوك التاريخ يشهد عليه البليز امبورتون جي باسي دي مومون ديفيسيل كان ناجح وكانوا كونترا وعلاش دي مومون ديفيسيل شيخ ماكش تبين لنا ان توكا باسكو سي ان غرون لا والله ما كان يبين لنا باسكو سي ان غرون
واش من بوبو اسكو ما مارجيناليزي جوست انا قلت كابري جوست ابري لا المونديال سيتي تيرميني سيتي تيغيل انا في ديسيدي دو مونتيري هرزمار ربي كبير الحمد لله ونتمنوا له الخير للجزائر وخلاص شيخ واحد مية حق الشيخ شيخ انت راك كيما قال هو ترك جزء كبير من التاريخ تاع الكروي تاع الجزائر واحد مية حقرك توجور تريح الفوق وتوجور نحسوك الفوق ما تقومش في قاع على بالك احنا كاين زوج فرحات في كانوا يحكوا لنا زوج فرحات احنا وحده ما عشناهاش وحده عشناها مو الاستقلال انا عشتها انت عشت ليه انت عندك زهر يعني سي فري 82 كاع فرحه بصح ماشي كيما تاع ام درمان 24 سنه غياب Eh bien, pour parce que qu'il y a aussi d'autres des acteurs les H ou Omdurman ou c'était pas n'importe qui aussi il y en a happy de le cocher le cadeau chauffe mal. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Voilà, je voulais tout simplement vous laisser un petit message pour vous remercier, vous dire à quel point je suis reconnaissant de l'opportunité que vous m'avez donnée à l'époque voilà, d'intégrer l'équipe nationale. Ça a été une immense fierté, une immense joie de faire partie de votre groupe. On a connu de bons moments, on a vécu des moments difficiles durant voilà, cette courte période. Finalement, j'ai fait que pratiquement un an, mais en tout cas chargé d'émotions et ça a été une partie très importante de ma carrière. Donc voilà, je voulais tout simplement vous remercier et vous souhaiter plein de bonnes choses pour l'avenir. Mourad Maghni, qui nous a accueillis, qui était en place. Mourad Maghni, qui est venu en Suisse, où nous étions présents. شيخ أثر فيك كثير وموان وبوان وين بكيت أيضا دابور سي لان دي ميور تكنيسيان ستادير تري دوي اكستريمون دوي بون نقول حاجة أخرى أوسي باسكو كان ديما يجي عقب لي فاكونس لهنا في ولاد موسى صح في الغاية يا ليبوك اي بون كي سوليسيتي توجور Donc il joue Igoulou, il y a au Barry, j'y mets à l'équipe nationale. Malheureusement, il n'y avait pas la règle encore de la Bahamas, qui a été faite par l'ancien président, il faut le reconnaître. Et ça, c'est un point positif et qu'il ne faut pas l'oublier pour dans l'histoire de l'Algérie. Et donc, il y a qui a créé le canon, donc et finalement, malheureusement, bon, déjà en février, ça a le problème avec le genou qui était un problème très complexe. Parce que même le tabac n'est pas le problème. Et nous avons dit que 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 nous avons dit parce que nous voulions le préserver pour la Coupe du Monde, nous avons dit que nous avons Mais en plus, c'était un. De toute façon, rachetait les États-Unis après, parce que c'était un marde, c'est-à-dire unique et clair. Donc, et c'est pour cela que. Bon, finalement, même à l'âge, je suis allé à la Suisse, parce qu'on est allé à la belle, qui est notre prime, là, dans le Jazair, quand même, nous avons le Akhir, en Suisse, la décision était déjà prise. Mais là, j'ai laissé la place encore jusqu'au dernier moment. On ne sait jamais. On a لاعب يعني في مستوى عالي مثل هنا كاين لاعب من سوا الاخلاق سي ان جوور كومبلي يعني ان بلس سي لا à l'époque هو كي جوي à لايزروم à la Roma لايزروم لازيو اسمح لي لازيو دروم كي جوي لي بلو لازيو كي تي تيتولير كي تيتولير في لازيو دونك اون بريمير ديفيزيون سي رار دو تروفي ان جوور الجيريان كي جو اون بريمير ديفيزيون في اوروب Donc, c'était un appoint, c'est dommage. Yani. Mais, alhamdoulilah, il a terminé sa carrière en Algérie et ça fait plaisir. En tout cas, c'est un exemple, le Chabib Atana, qui m'a amour, c'est-à-dire, de l'akhlaq ou de l'akhlaq. Voilà.
نعم ابيض مونس عمار. زيد حاجه برك نضيفها، شفنا العلاقه تاع عنتر يحيى ومقني بالشيخ رابح. ان شاء الله نتمنى تكون العلاقه تاع اللاعبين تاع الفريق الوطني برابح ماجر هكذا باش يقدر ينجح ويدير ان شاء الله. والله غير الكلام تاعك جا مو في مومو. الكلام تاعك جا مو في مومو باسكو حصريا في غير فودها اليوم عندنا تصريح من كندا تاع سفير تايدر اللي خير باش يتكلم مع غير فوتها حتى يمد لا فيرسون ديفي تاعو بعد ما تكلم رابح ماجر وقال بلي ما لعبتوش لانه كان ضعيف بدنيا. نروحوا نشوفوا الجزء الاول من تصريح الحصري اللي غير فوتها لسفير فايت تايدر ونعاودوا نوليو. اول باب الحار كان اربعه. Salam à tout le monde. Voilà, j'aimerais revenir sur certaines choses voilà, qui ont été dites à mon égard ces derniers temps. La première, c'est que voilà, pour répondre à toutes ces questions, je me sens très bien physiquement. Je sors d'une préparation d'un mois et demi avec mon club, tout en étant en plein milieu de saison, sachant que j'ai débuté la saison en Italie. Je sors de plusieurs matchs amicaux, de trois matchs de compétition avec mon équipe. Dans la dernière où j'ai eu la chance d'être élu dans la meilleure, enfin, dans l'équipe type MLS de la dernière journée de championnat, je suis arrivé en forme en sélection. Le coach a pu dire à travers certains médias que j'avais qu'il avait fait des tests GPS et que j'avais un GPS justement sur moi dont je n'étais pas au courant. Il faut que je rappelle aux gens que le port d'un GPS c'est voyant, c'est comme enfiler un vêtement, donc forcément si je ne l'avais pas sur moi ou si je n'étais pas au courant, ça se serait su. En plus de ça, nous n'avons pas effectué de test particulier pour mesurer la condition physique d'un athlète. J'ai porté une seule fois ce GPS sur une séance très courte d'une vingtaine de minutes où les cours sont forcément réduites et amoindries. Donc il me semble difficile d'effectuer justement ou d'en déduire une condition physique de l'athlète. Pour aller plus loin, voilà, je connais certains tests physiques que j'ai pu effectuer en Italie parce que je peux vous assurer que là-bas j'en faisais souvent. Voilà, il y a le test Van Meval, le test Cooper, il y a le test de Bru, le test Navette. C'est des différents tests qui peuvent te permettre justement de calculer la vitesse maximale aérobique de l'athlète. Pour en expliquer un et pour donner un exemple simple, le Van Meval peut s'effectuer autour d'une piste à l'aide d'un CD qui vous permet de franchir différents paliers. Et à la suite de ça, on arrive en quelque sorte à mesurer la condition physique de l'athlète. Et pour faire court, voilà, j'aurais aimé entendre autre chose. Que ça, j'ai été surpris de la part du coach. Voilà, en tout cas, j'ai accepté ses choix techniques sans pour autant les comprendre. Mais je veux pas que les gens s'imaginent certaines choses qui sont fausses parce que le fait d'être en méforme physique, c'est tout simplement faux. Et voilà, je rappelle qu'aucun test n'a été effectué durant ce stage. باختصار ممكن لان كان اربع اجزاء كل واحد يتدخل غابيدمون اللي يقول باللي جوغي مي اونتوند اوت شوز شيخ. بون اللي نجم نقول سي مشكل من ناحيه جو بونس كاين بروبليم دو كومينيكاسيون انتر لو جوور اي لونترينور ناسيونال. سي دوماج كو يعني ندخلوا في واحد المشكله بوليميك يعني. بوليميك لنا. إيفكتيفمون لوسكو نهضروا على بريباراسيون وليفاليسيون يعني تقييم يعني من ناحية البدنية باسكو سي سونيكمون الناحية البدنية. بون إلا سيتي إيفكتيفمون دي سو لو بلان سيونتيفيك إيل إكزيست بوكو دو ميثود دايور إيل بلو بوكو دو ميثود دابروش بور كالكولي بور إيفاليوي باش تقيم يعني لاعب في يعني في امكانياته البدنيه. بون
من ناحيه المدرب الثاني كذلك دونك يعني انا بيرسونيلمون جوري فولو ك اون كومونيك لي زان لي زوتر سيتادير ديريكتومون لونترينور مع ذاك بون بغا تصرى الداخل تصرى الداخل جمال مصباح في تصريح دار لي اليوم خرج في صحيفه قال بلي مام حتى في عهد كامل كي كنا في المنتخب الوطني كان يصراو مشاكل لكن ما ممكن ما يخرجوش في كل شيء مش غير المنتخب في كل الانديه في كل هذا كاين اشياء واختلافات نقولوا اختلافات على تاع الاراء ولكن بار اكزومبل لونترينور سي ديسيدي سي لوي كي في لي شوا دونك يلا ديسيدي نو با باش مثلا ما يديروش في القائمه تاع المقابله الاولى والمقابله الثانيه هذا حقه حقه مثلا مصطفى حقه باش بون سامبلومون ممكن هو كان يمشي عنده باش يطلب له قال ما هو السبب لان قال لك انا ما نكونش فاهم 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 الاسباب راح دابا شيخ نعم يا ان بروبليم دو كومينيكاسيون il faut qu'il se parle ما بين اللاعبين والمدرب لازم يلقى وقت باش 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 يصفي وهذا الامور هذا باسكو سي سا كي كري دي ديفيرجونس نعم راح نشوفوا انت الاسبوع اللي فات محمد خساني انتقد بزاف لو جيست تاع سفير طايدان لما غادر لو بون ما كانش عنده الحق باش يغادر لو بون لان هذا فريق وطني راح يعود على هذه الحادثه ويتكلم سمعوا معنا fait aussi d'avoir quitté le terrain 5 minutes avant la fin du match. Tout d'abord, voilà, je voulais m'excuser auprès des personnes que j'ai pu offenser ou que j'ai pu blesser. En aucun cas, ça a été voulu. Ce n'était pas du tout le but de ce geste et de ce comportement. Donc, si des gens ont été offensés ou même blessés, je m'en excuse encore une fois. Voilà, faut que vous compreniez certaines choses. Essayez de vous mettre dans ma tête, même si c'est pas facile. Voilà, je me suis échauffé 45 minutes contre la Tanzanie. À aucun moment, le préparateur physique ou un membre du staff est venu me demander d'accélérer mon échauffement, sachant que le coach avait effectué deux changements au milieu de terrain. Je me suis du coup échauffé 40 minutes contre l'Iran, alors que soi-disant, comme m'avait dit le coach, j'étais censé débuter le match. Et puis voilà, je m'échauffe sur le côté, je vois mon équipe souffrir, on perd 2-1. Voilà, je sais ce que je peux apporter, j'avais envie de rentrer sur le terrain et même de force, parce que voilà, ça, quand on voit ses coéquipiers perdre, ça stimule, ça donne envie de les aider, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais malheureusement, je me sentais impuissant. Du coup, voilà, le temps s'écoule, je regarde le chrono et puis il reste une dizaine de minutes. Je ressens sur le moment que je ne vais pas rentrer en jeu. Et puis là, je me pose plein de questions. Voilà, je me refais un film, je me dis j'ai une cinquantaine de sélections. Ça fait plus de 5 ans et demi que je suis en sélection. J'ai vécu des moments que forcément je n'oublierai jamais. Des moments extraordinaires. C'est certainement les plus bons moments de ma carrière. Je tiens à ce maillot, je tiens à cette équipe. Et là, je suis là impuissant sur le bord du terrain sans pouvoir aider mes camarades. À ce moment-là, voilà, je reviens m'asseoir sur le banc de touche. Il restait 5 minutes. Et puis je reste là 6 minutes et en me remémorant tout ce que je viens de vous dire. C'est pas facile pour moi parce que voilà, la frustration monte forcément. Et du coup, je décide de me lever, d'aller au vestiaire parce que je voulais pas montrer que ce soit mes camarades, au staff, à l'entraîneur, ma frustration. Je voulais pas perturber le groupe à ce moment-là. Il restait 5 minutes et je voulais justement perturber personne pour leur laisser le maximum de force pour égaliser ou pour même gagner ce match. Donc j'ai préféré me lever sans que personne me voie, sans que le coach me voie, et rentrer au vestiaire, laisser ma colère, ma frustration au vestiaire, et non pas sur le banc qui aurait pu gêner le reste du groupe. Alors que voilà, peut-être ça a fait parler de moi sur certains médias ont parlé de moi, mais
Mais en tout cas, j'ai jamais voulu, je n'oserai jamais faire de mal à cette équipe parce que voilà, c'est mon pays et je défendrai haut et fort jusqu'au bout les couleurs de l'Algérie. سفير طايدار اللي يطلب سماح من الجزائريين بعد الجست اللي داروا، ولكن سي اكسبليكيو علاش داروا عمار؟ عمار انت كنت لاعب وماذا بيا انت اللي تجاوبني. صح، نظن بلي تصرف ممكن ما نقبلوش، ولكن نرجعوا للمشكل تاع كما قال الشيخ كوميونيكاسيون، التواصل ما بين المدرب واللاعب. نظن بلي قبل المقابله وعدوا انه يدخل كاساسي، دار عمليه الاحمال لمده 40 ولا 45 دقيقه، ومن بعد ما دخلش اللاعب ثاني يحس روحه باللي راه حاب قادر يساعد الزملاء تاعو، وشغل المدرب مش حاب يدخله، لذلك تصرف التصرف هذا. حاجه واحده اخرى، نظن باللي او استسمح من الجماهير وكلش وفاتت وكلش، مي يعطينا نظن باللي نفهموا باللي حتى دور تاع قائد الفريق ما كانش في المستوى. نظن باللي كان مجاني، كان في دكه الاحتياط. كان نورمالمون كان على الاقل يتكلم معاه، ما يخليش. كان قائد هذاك اللقاء كان عصام. لا نهضر الكلام مجاني، لانه كان في دكه الاحتياط. مندي كان في الاستاد ما يشوفوش، لكن في دكه الاحتياط على الاقل كان يتكلم معاه وما يخليش يدير لو جيست هذاك. نشوفوا بالك جمال مناد ايغيل كي شافوه كانوا قادرين يتكلموا معاه، حتى وبالك كان في لحظه غضب ممكن حتى يقدر يتصرف تصرف واحد اخر. نعم. ولكن نظن بلي هاو استسماح وحاجه من ضمن اللي نديروا في هذا الاسبوع في شبيبه القبائل. زيري حمار اللي كي خرج بون راح يدوج ديريكتومون سي با سا البروبليم، لكن في المومون تاع السيد بوزيدي دار لهم اون غينيو كان راح ديجا للدار وزعف يوسف بوزيدي، زعف لان لما جا راحوا للفندق باش يديروا اجتماع اخر جا زيري حمار وقال له سي با لابان بيسك غادرت الفريق، ما درتش معنا الحفله، ما خصك ما كليتش معنا الكاطو. لكن بون البارح سامح له باش يلعب فريق مع ضد الفريق سطيف، يعني امور يحدثوا. الفريق باش ينجح لازم يكون لا ديسيبلين باش تلحق سيتان نيفو. اي لاعب راح يدير في التصرف ما راحش يشرف فريق شبيبه القبائل، والتصرف طايدير ما يشرفش الكره الجزائريه. نعم، ونجوزو نعم الفقه ونجوزو للجزء الثالث تاع سفير طايدير، شوفوا واش يقولنا ايضا في هذا السؤال. Je voulais aussi revenir sur la discussion que j'ai pu avoir avec le coach. Donc la veille du match contre l'Iran, voilà, faut savoir que il était venu me voir après le match de la Tanzanie en me disant de bien me préparer et que ça allait être un match important contre l'Iran. Donc je me suis préparé le plus normalement possible, comme j'en ai l'habitude de le faire. Et durant cette discussion, voilà, je lui ai posé certaines questions que je ne comprenais pas pourquoi il ne m'utilisait pas, sachant qu'il m'avait fait venir de très loin, que j'avais un certain nombre de sélections, que j'étais un des cadres de la sélection. Donc voilà, je ne comprenais pas forcément ses choix, tout en les respectant d'ailleurs, parce que voilà, avant tout, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale et je me dois toujours de respecter ses choix. Il m'a simplement répondu qu'il ne me sentait pas au top de ma forme. Donc voilà, je lui ai répondu que j'étais compétitif, que je me sentais bien et que voilà, j'étais prêt à jouer ce match. Puis il n'a pas forcément voulu me donner d'explication. Il m'a dit que ce n'était pas dans sa nature. Donc voilà, je suis resté un peu cloué, je n'ai pas spécialement compris ses réponses, mais voilà, en quelque sorte, ce qui s'est dit entre lui et moi, j'ai ensuite rajouté que je ne voyais pas l'intérêt de me faire venir, sachant qu'il me connaît déjà, ça fait un bon moment que je suis en sélection, pour ne pas m'utiliser, pour ne pas me considérer, et surtout le fait de m'avoir rien dit durant ce stage, pas un mot, pas une discussion. Voilà, ça m'a blessé. Malgré tout, je tiens à cette sélection et le fait d'avoir si peu de considération et en quelque sorte un manque de respect, parce que voilà, j'aurais aimé qu'il m'en parle et qu'il me dise la vérité, mais voilà, en aucun cas qu'il invente certaines choses concernant mon état physique. Et voilà, parce que c'est simplement
des mensonges et je trouve ça petit de sa part et vraiment dommage. ثاني يضحك ما باش ولا ما قنعكش سفير طايدر ويقول باللي بعد لقاء تاع تنزانيا محمد رابح ماجر جالي وقال له بخي باغتوا حضر نفسك لقاء ايران بصح من حقه بصح من بعد كاين الجمهور يقول لك اه طايدر كاين اللي يقول لك ماشي جمهور كاين دراري صغار يقول لك في الفيسبوك يقول لك اه طايدر عنده الحق منه طايدر هو اون بيرسون اعتذر للناس العقلاء للجزائر قال لهم جاست شمحوا اللي غلط نعم وانا كيقول لك اعتراف بالخطا فضيله سيد من اعترفت ما وحنا الناس اللي نقبلوا السماح سيد ما غاديش ما غاديش تصاي نو درت غلطه كاع الناس راهي تغلط شفنا شاو شي غلط شفنا الناس تغلط كل واحد يغلط في هذه الدنيا اون فا شانجي دومبيون شويه مع سيد احمد الحبيب هو نوزا برومي ميم شيخ سا لو فرا بليزير انتي مورسو هكذا كابيلا ممكن كادور تاعنا يعطيه الصحه يجيب لنا الموندول يتفضل الصحه ميرسي صح كغنوا معنا الحمام اللي والفتو مشى علينا ما بقى لي نسمع صوته في صامي الحمام اللي ربيتو مشى علينا ما بقى لي نسمع صوته في صامي ما بقى لي في الدنيا ما عندي امل بعد الحمام اللي والفتو مشى علينا واحد الايام سقمت له يد الفرحان الاخر يبكي مين وحبت الدنيا معايا الحمام اللي والفتو مشى علينا ما بقى لي نسمع صوته في رصامي ما بقى لي نسمع صوته في رصامي أم الملي واش تيقولوا فينا أم الملي واش تيقولوا فينا أم الملي وصلت على نبينا الله يا أم الملي وصلت على نبينا الله يا الله أم الملي واش تيقولوا فينا أم الملي واش تيقولوا فينا أم الملي وصلت على نبينا أم الملي وصلت على نبينا أم الملي وصلت على نبينا الله يلي تعشق لعب الكورة أحبط على باب شديد روح تتعلم في سسطارة ثم تقرا في الجديد أشنو هدايا عجابة العاصمة فرحت اليوم هادو شباب الكهرباء كريمو برنا وزين الهداد بعدكم الشبان يقوموا زغرتوا عليهم يا البلاد يا اللي تعشق لعب الكورة أحبط على باب جديد روح تتعلم في زوزارة ثم تقرا في الجديد صح سيد احمد الحبيب واخا نقول لك فلوريات فلوريات هم يقولوا لي بلي كامل مش تحو في لا ريجي دونك راهي يعطيك الصحه ميرسي بوكو هذا فيليب ماشي حافظ قال لك بغيت تسال هذه دندا هذا ايه اللي باريري تحكم غير كلمه تاليه فيليب هذا تصور لا غير هو كان حافظ شفتو خاصني كان يغني ما مشاش كان يغني لا انا نغني هني بيان سور غني عالي شوف الحمام اللي ولفتو اه حافظها اغني تاع الشيخ راه آه شويه برك هكذا شويه الشيخ من قبل شويه برك هو هدد لا الحمام اللي لا الحمام اللي ولفتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رسامي الحمام اللي ولفتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رصامي يا صايي يا بركة شعبي شعبي واعر شعبي فيليب غني علي تشوف انا لا انت بيتي والو
أيرا انا الحمام اللي ولد سهله غير شو خليني تحفظها الحمام اللي ولد دوك غني عبر عند العنقة اسمع انت العنقة عندي الاوريجينال والله نسيتها كلمة جاية ما جاية ونعاود نولوا بيان سور لاكتواليتي تاعنا سفير طيدان في الجزء الاخير نشوفوا واش يقول صح على بالي تاع على بالي بلي ما المسلسل طيدان مي بون هذه حصريه يسيكسبليك دونك هذه حصريه والناس كامل كانت تسنى في الديكلاسيون تاع طيدان نعاودوا نشوفوا واش قال Concernant ce qui a été dit sur le fait de ne plus avoir envie de venir en sélection, voilà, je voulais simplement dire que c'est complètement faux. Cette information est fausse. J'ai toujours envie de porter ce maillot. J'aime ce pays. Pour moi, c'est une fierté et un honneur de jouer pour l'équipe nationale. Donc voilà, faut savoir aussi que la sélection n'appartient pas à Safir Taider, ni à un autre joueur, ni à personne d'ailleurs. Elle appartient à 40 millions d'Algériens. Nous, joueurs, on est tout petits face au drapeau. Voilà, on le regarde d'en bas et ça reste un rêve malgré tout de porter ce maillot. J'ai simplement dit au coach que je ne voyais pas l'intérêt de me faire venir d'aussi loin, de ne pas m'utiliser, de ne pas me considérer, de ne pas m'adresser un mot du stage. Et au final, voilà, me faire venir, c'est pas dans mon intérêt, c'est pas dans l'intérêt du coach et c'est pas non plus dans l'intérêt de la fédération. Donc voilà, je vais simplement demander de se poser les bonnes questions et puis que voilà, malgré tout j'étais déçu de ce stage et de ce qui avait été fait de sa part. يقول بلي عمرو ولا قال بلي انا ما نزيدش نجي الفريق الوطني وبلي هذه كامل ما كاش منها ممكن كومونتير داني كومونتير شيخ ولا رفيق سهله نظن بلي هذه مش انا حق يعني بكل صراحه خاصه لان راه اعتذر حاجه ثانيه اللي قال مازال انا عندي رغبه عمرو 26 سنه سفير طيدان عندي رغبه باش يزيد يدافع على الالوان الوطنيه هذا شيء جميل نظن مع المدرب الوطني نظن في المقابلة اللي جاية إن شاء الله راح إني يتكلموا بس قلت كمل من ديبار سيت ان بروبليم يونيكمون تاع كومينيكاسيون وراح تدخل سي با انا سي دونك لي با تري امبورطون وعندنا دارني كادو شيخ بوغ توا بوغ فو يعني لان انا قادرك بزاف شوف ولا يعجبك ولا لا Coach, bonjour, c'est Karl. J'espère que vous allez bien. Non, tout simplement, je sais que vous êtes l'invité de l'émission de Asma ce soir. Je voulais moi simplement vous remercier de m'avoir ramené en équipe nationale. Je vous adresse tout mon respect, toute ma gratitude, parce que grâce à vous, j'ai pu vivre d'énormes moments. Je vous souhaite une longue vie, Inch'Allah, plein de réussite au niveau de la DTN. Et j'espère vous revoir bientôt et merci encore, coach. غادي بالك تزيدك شويه تجيب لك كريستيانو هذه اختي راكي مين راكي تجيبيهم هادو مين هذه هي مين هذه وكما انا قال لي حكمهم شاي تحكمهم اسمع على بالك هذه ما قضيتلهاش قلت لنا كل شيء pour faire plaisir au cheikh sous la montagne على بالك ملي بدات صغيره مع لوس مادالجي خدمت معها وهي تجيب لك ديما المفاجأة عيدنا العيد الكبير كيف كيف في النيجر في نيامي شيخ كعلم الجاني اللي أيضا أنت معنا أشتخي تفوشا يعني مرسي أنتو كان نشكرو على الاعتراف هذا سورتو بور واحد مربي صافي إنورمو يعني يعني شرف هذا كبير ونتمنى له تاني كذلك اللي هو إن شاء الله باش parce que je pense que Mali راح يدير ريكونفيرسيون صار له ينجح ويوصل لان انسان حقيقه عنده مستوى عاقل ولد عائله دونك صافي بليزير كو ليكيب ناسيونال
ا اي دي جوار كوم لوي. نعم وتحيه لكل اللاعبين اللي فريمون ايزو اكسبتي وشفت تيمونياج فور الشيخ رابح سعدان. كاين مقابله كبيره راح تكون بين مولوديات بن شبيبة القبائل ومولودي الجزائر في ملعب قسنطينه مقابله كاس. وناطق رسمي لانصار شباب قسنطينه حب يتكلم معنا وحب يلونس ميساج لانصار الفريقين لان هذه تبقى مقابله كره قدم. نشوفوا واش يقول الناطق الرسمي لشباب قسنطينه. شوفوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم حبينا نديروا هذا التدخل فيما يخص المقابله النسبيه لكاس الجزائر المبرمجه بولايه قسنطينه ما بين شبيبة القبائل ومولودية العاصمة. نحن نندد بكل ما صدر عن بعض الأشخاص حول إشعال نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد. نحن كأنصار النادي الرياضي القسنطيني يعني نندد بكل ما هو يسيء لسمعة الجزائريين ولا يحاول يشعل نار الفتنة بين الجزائريين. كما يعلم كل الجزائريين أنصار النادي الرياضي توجو شحال من خطره بكأس الروح الرياضية، وآخر كأس الروح الرياضية يعني فازوا بها أنصار النادي كانت السنة الفارطة فقط، وهو يدل على أنه أنصار سياسي هم أنصار رياضيين. هذه المقابلة اللي راهي مبرمجة في مدينة قسنطينة لا تهمنا لا من بعيد لا من قريب، هي بين فريقين من الجزائر. مدينة قسنطينة ترحب بكل ضيوفها، اللي يجي مرحبا به واللي يربح مبروك عليه. الحاجه الاولى اللي تتقاس هي السياسي، ما تخفيكمش السياسي خسرنا شحال من مناصب بسبب العنف في السنوات الماضيه، وفاروق ربي يرحمه يعني مش بعيد علينا بزاف. قبل سنوات يعني خسرنا مناصب في راعي عن شبابه بسبب هذا الاعمال العنف. حنا ما نتمناو حتى الشخص واللي حتى اي مناصر من اي مناصري اي فرق الجزائريه انه يتعرض لاي شيء من هذه الامور. نقول لهم بربي ان شاء الله في قسنطينه الناس قسنطينه ناس طيبين ناس مكرمين ناس مضيافين، وحتى لو انه في بعض الاحيان يتعرضوا للظلم هذاك الظلم راح يردوه خير وراح يردوه ضيافه. اي شخص يجي قسنطينه مرحبا به. انصار النادي الرياضي يعني ما راح يدخلوا مع اي طرف كان، هي مقابله بين فريقين نحترمهم في زوج، واحد التاريخ وواحد الالقاب الكثيره اللي يملكها. المقابله هذه حتبقى مقابله كره قدم، راح تصير في روح رياضيه عاليه واللي يربح بها مبروك عليه. وهذه هي قالها الواحد، حنا رانا نقولوا باذن الله قسنطينه ما راح يكون غير الخير وما راح نشوفوا الا الاشياء الجميله من كل سكان ولا كل سكان مدينه قسنطينه. هذه هي بدون إطالة كما في كل مرة في آخر حصة نستقبلوا نسيم جندر ولا روبريك اللي تسناوها. تزيفو بعد الجنجل. مساء الخير نسيم. السلام عليكم. مساء الخير على كل مود. جاني جاوب سي الخير في الاول. فوالا دونك اليوم حكينا على تيزيفو تاع اليوم. جوستومون كي قلت مساء الخير في الاول باسكو تيزيفو جاي على شبيبه القبائل والمباراه القويه اللي دارتها، يعني الروح القتاليه اللي كانت في الملعب هذاك النهار بينت لنا بلي جي اس كا انا بيزوان دو بيرسون بور رياجير. سي تيلمون اون غروند ايكيب كو كي يكونوا تو لي زيليمون ريوني تبين بلي نيمبورت كال ايكيب تقدر تربح على جي اس كا. اي جون في دو روندر ان اوماج ا توت لا كابيلي، وان شاء الله يجيو تو لي اوماج ا تو لي زوت كلوب دالجيري باسكو حنا بلد واحد ونحبوا كاع الفرق تاع الجزائر. نعم وبدون اطاله تيزيفو. ازيك نمدا يرقازن بلي مازال يزمون نزدغ نولون القبائل. ازيك نمدا شحال غليت الجي اس كامي دروح مار كليه ترفض من السفلى نقرانون امزون ضمغان بابث ونقرالين توزلم ديك وترفضم الجي اس كورت غلياره مادامكم كاع موراها ومهما قالوا الغياره، ومادام مازال الرجال يدافعوا عليها ويعزوها ويخافوا عليها واحد ما يهديها.
واحد ما يطيحها، لان الباز اللي علا بها علا شانها وبنى لها دار في قمة الجبال وزين لها السماء بسبعة النجوم اللي تفخر بها كل الجيال. حطها في مقام عالي يليق بها ودور عليها الرصاد تعس عليها، وحتى الله راح حميها. جياس كذا الراويس ورسلوزون والخنون يلعبوا بالنيف والقلب ويعطوك درس في البالون. جياس كثوعر سال تاريخ يجيب لك الاخبار ويجبد لك الدفتر لكل عمالقة افريقيا اللي غامرت في جبال جرجر ولقاتها عالية بزاف عليها وجناحها تكسر. جياس كتعيش وتربي الريش، وحتى اذا كانت في الخطر ما تخافش عليها راهي ما ترونديش. وحتى اذا كبروا شيوخها وهرموا الراية تبقى الفوق ترفرف برجالها وولادها وصبيانها اللي بتولولة النيف من نساها راهي ترجع سبوعك جداد. ممنوع تحقر نادي عريق وتقول هذا ما بقاش فيه فريق، ممنوع تتجاهل الروح اللي عمرها ما تروح مهما يراحوا الرجال والأبطال، لأن الروح هي اللي تحيي النادي لما يبكي القلب ويصعب الزمان كي تبان لهم خسرت الحرب. الروح عمرها ما تموت، وجياسكا عندها روح طاهرة وحاضرة وترجع في كل زمان موقود. راك غلط بزاف إذا حبيت تدفن الرجال وانت عمرك ما قريت تاريخ الأبطال، راك غلط إذا درت في بالك أن جياسكا رجعت سهلة في هذه السنة وحقرتها بعد ما شفتها تتخبط في أزمة حتموها عليها الزهر والغلطة. شدة وتزول وتفوت معها كل المشاكل والهول وترجع الشبيبة لمقامها وكل حقار يرجع يخافها ويحترمها، وإذا سمع اسمها يوقف ويتحلها. هذه هي قيمتها، واللي يجهل التاريخ العيب فيه ماشي فيها. جياس كربان سيدير قازن تربحني اخت خسر محالة تسجل، هذه خسرة الكبار ومفخرة الجزائر والأبرار. حنين شبيبة واش نقول لك؟ والله شوكت لي الحبيب، والله مبطق واش نطق نقول لك نطق نقول لك اون شوز، يعطيك الصحة باسم الإدارة وباسم الأنصار شبيبة القبائل. إن شاء الله كل يوم شبيبة القبائل تولي تعاود تفرحنا وتفرح ناسي اللي فرحتني اليوم إن شاء الله. إن شاء الله يحفظ ربي. تنمير فيك تنمير فيك أجمع. أعطيك صحة نسيب، روح ممكن الفريق ديالك وفيليب يروح الفريق ديالو. أنا حبيت برك قبل ما نبدا الكويز ثاني نربحك اليوم. شوفوا اليوم عندهم شيخ رابح سعدان، عندهم شيخ رابح سعدان. شيخ أنا ولا غير مدابية، قول لي شكون هو لاعب؟ باسكو كيما شفتوا مالوغوزمون أنا دو سوتي قلنا صح باسكو الوقت ما يكفيش. شكون هو اللاعب اللي أثر عليك في كامل لاكارير تاعك بوزيتيفمون؟ قول لي. أنا شيخ علاش أثر ما فيها والو؟ قول أنا. ما فيها والو أثر زعما كي فوزا ماركي لو بلوس عن طريحي بول واه علاش شيخ ما فيها والو؟ ماشي اللي ما تحبوش ولا اللي كي فوزا ماركي صافخا با جالو. وأنا مجموعة أثرت فيها وخلاتها أم درمان وي هي مجموعة كاملة. عطيت له ان جوكر انت او يلعب معنا يا عطيت له ان جوكر لانه المجموعة الشيخ تاعنا سي رابح سعدان ردهم رجل واحد، هذاك هو الرجل اللي اثر. ايوا صح جوست اون انيكدوت كاين بلوس بور ريفينير سور فوزي شاوشي باسكو فوزي شاوشي il était aussi le héros de Omdurman. حبيت برك تكونفيرمي واحد الحكاية شاك فوا يحكيوها لي وحبيت نعرف ولا صح من كيما يقول لك دو فوتر بروبر بوش. اسكو قبل ما تروحوا للملعب تاع الام درمان لو كامل اللاعبين كانوا في البوس الصغير فوزي شاوشي جا واحد اون روتار باسكو رقد وما فطنش كاش منها نو دونك ما كاش منها دونك كان في البوس معاكم الاول غير بالنسبه له اخر سنة شكوك سي فري شكوك سي فري سي فري شكوك سي فري تثبت عليها شيخ هذه دوزيام افير تاع شاوشي هذه دوزيام افير نو سافو دير كوا مي كان يريكوبيري سافو دير كوا شيخ سافو دير كو مالغري لا بريسيون لان دي بوا بوزيتيف تاعو سي كي سيبورت لا بريسيون مالغري لا بريسيون رقد باسكو يافي كالكان كي تي اون روتار دونك سيتي لوي C'était une des affaires. Non, quand le livre est prêt, ma femme, j'étais un des matchs, j'étais à passer au match. C'est vrai, on a pris du retard, on a pris du retard. C'est des points forts. Exactement, c'est l'un de ses points forts. Nous, les Berkel, le quiz, ou Awel Sora,
بيان سور كل واحد يهضر بالعقل وما نعيطوش بزاف حتى بوبا لو ريسبونسابل لانجينيور دو سون تاعنا ما يزعفش علينا. اول صوره قولوا لنا شكون هذا الفريق؟ برافو جي اسكا. قول لي واش من عام حنين مفتاح لو مارمون اللي ديرها واش من عام؟ عاود بعث لنا من فضلك الصوره. ها 78 73 سي اكزاكتومون سا. شبيبه القبائل بطل الجزائر في 1973 واحد مقابل صفر. الصوره رقم 2 شكون هذا الفريق؟ موك كونستانتين بس لموح تو تافي موك واش من عام؟ حلشي 78 برافو شيخ سي فريق جي اس بي. ممكن نشوفوا رابح سعدان هنايا مكتوبه فوالا دونك جي اس بي رابح سعدان عقلتوه شكون اكوا دوزيام اغوش دوزيام اغوش ها هو دونك رابح سعدان مع فريق شبيبه تاع الابيات 2 مقابل 1 على الصوره رقم 4 دارجليش لاعب دولي صربي لاعب لانديه اندوفن تشيلسي باردون لعب في فريق ليفربول نعم واللي خلف كيفين كيغان تافي 3 مقابل 1 الصوره رقم 5 مش مليح كريزمان كريزمان اللي يلعب ماتيغا هو لاعب دولي صربي لعب في تشيلسي وايضا في فريق بيجي. الصوره رقم 6 4 مقابل 1 شري له جوار بليحة فالدو نو ماريو هذه 94 على بالي بصح ماريو سيلفا سيتي ان شامبيون دو موند 94 نعم وعندو زوج ولادو واحد زينيو تيسينيو ورافينيا مازينيو لاعب دولي برازيلي نسمعوا السونو رقم 1 وقولوا لنا واش هاد الليقه انا محمد هيا تحرك غير تماما وين موجود امعوش كره سريعه حاج عدلان مراوغه جميله شوف الكره مليحه لكن تضيع رافينا لقاء العوده في كاس في كاس الحائز على الكؤوس كاس افريقيا الحائز على الكؤوس توجو 4 مقابل 1 الصوره رقم 7 اي حرك لا علاش خلوهم يربحوا من الحمار على بالك لاجل الشيخ البرك الاحمر لا جيرب ايطالي فرنسا هذا الدوزيام بيت خمسه مقابل 2 فرنسا ايطاليا
وين تكون الجوار؟ هذا الدوزيام بيت. الصورة رقم 9 الديني وتريزيغي. تريزيغي الصورة رقم 9 مدني تاع سيربي. مدني سيربي تاع زعما سيربي تاع مدني الله يرحمه. بصح عند الجواره فلورو دو ميل غيطلقها قبلي. لا لا انا قبلك والله صح. واه بصح جبتها سته مقابل اثنين. مدني نعم فيليب مدني الله يرحمه. نسيبو لي مديبتو لا بالحماني الله يرحمه. الله يرحمه. نزيدو سؤال اخر. زيدي زيد تستا ولا سمعنا مقصرين راح الخلاص الوقت. هادي انا مقصري ما نرجينا شرقاد اليوم. شكون هذا؟ شكون هذا؟ صايفي يا صاحبي هذا رحموني رحموني معزوزي. لا ثاني اترونجي. هيا باش نعاونك اترونجي. يا ربي هذا عسكري. هذا سي ان اونترينور درب في مولودية الجزائر. سادي براتشي. فابيان سي سوا. نعم فرانسوا براتشي. براتشي براتشي نعم. اوه نبدلوا اسمع اسمع نبدلوا نبدلوا. عجبتونا واحد فوز اخر. لا شيخ فوز من احد وياك على واحد واحد انا وياك. فوز اخر لفريق محمد حسني. نعم كريم جيبيه منا وخلاص نبدلوه نعاودوا نجيبوه منا. شيخ شيخ شوف من يجوا لي زانفيتي يجي يدير لهم هاك يهبلهم ويحشموا منه زعما كيلعبها لهم باللي يعرف. شوف راه لابح ما جامي يربح. شكون عبك على ربح دا؟ بس حما قلتولناش من الاول. نبدلو واش حنا نعطوك جوار شباب كنا نبيعوه. هذا باش نبيعوه هذا تعطيك واعطاه شيخ. خلي الشيخ يهضر. او قريب الميركاتو سي فو. انت شكون يربح هذا وشكون يربح هذا ما كان شيخ فريق. حنا مجموعه واحده كما قال كما شاء الله. دارنا مازوزي يعطيك الصحه. ميرسي بوكو اللي جيتنا اليوم وحظ سعيد لفريق اتحاد الحراش ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. صان في ان كرون بليزير اللي دوزنا دوزنا سوايع. شحال زوج سوايع؟ ايوا بلوس سي موا 1h45 دوزنا والله ما حسيت بالوقت. صان في ان كرون بليزير. هذيك الصحه يعطيك الصحه. مفتاح حنين بون شانس ان شاء الله. ان غران ماتش نشوفوا غدا ان شاء الله بين فريق شباب القبائل ورفاق سطيف ناديين عريقين. وان شاء الله كل نجاح وتوفيق للشبيبه اللي ما راهيش في مكانها ونعاودوا نشوفوها في مكانها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يكون فوز الفريق شباب القبائل وان شاء الله تعاود تولي الاصل تاعها. افضل ما نختموا اليوم باش لولو الاحتراف لازم يكون الشخص عادل مع الاحتراف باسكو الشخص ما طقوش نسوه ابدا للكره الجزائريه. يعطيك الصحة. نظن باللي مع الشيخ اليوم استفدنا بزاف مع اللي حاضرين. ان شاء الله نستفادوا اكثر ان شاء الله. نظن باللي الاحتراف يبدا بدا مع الشيخ بدا مع شارف بدا مع حسين اشيو مع سبع وان شاء الله يكمل. ايوهم كامل نعم. نعم نسيم نقول لك يعني كي نديروا احنا حاجات هنا في غير فوتها ما عندناش قصد باش بور بليسي كيك سو سو كونترير. رانا في خدمه كره الكره الجزائريه ولا قصنا انسان بكلمه عارفوا بليك حنا نعتذروا. حنا الاولين اللي تغيرنا عمره لانه الميساج تاعنا ما فاتش. لان سي بور ساك رانا كل مره يعني نعاودوا نراجعوا نفوسنا باش نديروا خدمه افضل كل مره. ان شاء الله. اسمع كلمه اخيره عندي كلمه برك. مرت خويا نسيمه مع بنتها ميليسا يموتوا عليك ويحبوك 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 ويجيبوهم لنا هنا في البوبليك ان شاء الله في غير فوتها استقبلوهم. شيخ ميرسي بوكو سي توجور ان بليزير. على بالك بلي نحبوك بزاف وعندك سورتو انا نحبك بزاف دونك باسكو بديت صحافه معاك انت دونك ميرسي بوكو دات فونو وان شاء الله سي با لا ديرنيغ فوا ان شاء الله. يعطيك الصحة ميرسي. راح نكملوا معاك سيدي احمد الحبيب. كلمة أخيرة بصح نكملوا معاك اون شونسون دونك ميرسي بوكو دات فونو. أنا على كل حال سي لا بروميير فوا جبت روحي مع لي فوتبولور وأنا الدومين تاعي سي الباسكيت. كرون باسكيتور. أه نقولوا كرون باسكيتور ما شاء الله. دونك هذا شرفني على كل حال سيرتو كي كان الشيخ كنا نهضروا من قبيلة ليكسبيريونس اللي ديتها في أوروبا وكيفاش راهي الحاله دوك باسكو انا اون جينيرال واش حاب نقول في الفوتبال من الحبه يديروا قبه الحبه يديروا تسمى حاجه صغيره يردوها كبيره ان شاء الله تولي الحاله ان شاء الله ان شاء الله. وتحيه للجمهور الكبير اللي كان معنا اليوم يعطيكم الصحه كامل باسكو بلا بكم ما كاش ايضا ما تكونش حصه جميله وشكرا شكرا. انا ما نقولش كلمه اخيره. باردون محمد. انت دهلك نسيم انا جاي ما تقونيش غادي نحبس.
حبس نحبسوا معاك شيخ غلطه كبيره غلطه كبيره اسمع هاك 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 لا انا ما تستاهليش ما تستاهليش ما تستاهليش ما تستاهليش ما تستاهليش بصح تعطيها انا باش 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 تقعد لي في التاريخ تاعي تلاقيت مع الشيخ رباح سعدان وكنت معاه في بلاطو واحد والله شرف ليا وولادي من يكبروا اياد وسمر غادي يفرحوا بلي بوهم كان مع الشيخ رباح سعدان نجي نسلم عليك صحه ربي يخليك لينا شيخ الله يحفظك ان شاء الله ربي يشد امرك الله يحفظك يعطيك الصحه ميرسي محمد وتوجور فيدال مالغري كامل كامل الاشغال اللي راهي عندك وراك في راك بارتو داير حاله في الجزائريه واش ضربوني بعين واسمه لا بعيد شنو اسمه هذاك واش نورمال تي في نورمال تي في بزاف بزاف درو ساعه ساعه نروح البون كان خرج دراهم مع بالك مانيش نقد بزاف دونك نشكر بيان سور الفرقه التقنيه وعلى راسها السيد المخرج امين سعاده اللي سهروا معنا اليوم والشكر الخاص الخاص والكبير ليكم انتم جمهورنا اللي سهرتوا معنا كما في كل يوم جمعه نعطيكم موعد ان شاء الله يوم الجمعه القادم في غير فوتها نكملوا مع سيد احمد الحبيب تحيات الله في روحكم وبقوا على خير جاري وقليبك مغرور نعملك صاري نعود وقماري فتحو ما جاري وقليبك مغرور طارع لسني يا ماما أجلش اليوم عملا بي وعد مبلك العيون طارع لسني يا ماما أجلش اليوم عملا بي وعد مبلك العيون ياسمينة طيور حنينة بمايا وبزنون عملك جنينة بخوخ وياسمينة طيور حنينة بمايا وبزنون طاري على السن يا ماما ما جاتش اليوم عملا بيا وعد قلت العيون طاري على السن يا ماما ما جاتش اليوم عملا بيا وعد قلت العيون تريا لسلك ثنية ضوي عادية كي قبر النجوم طاري على السن يا ماما ما جاتش اليوم عملا بيا وعد قبلت العيون طاري على السن يا ماما ما جاتش اليوم عملا بيا وعد قبلت العيون من العود الزينة سفر وجينا في نهار اليوم عملك سفينة من العود الزينة سفر وجينا في نهار اليوم ماري على السن يا ماما ما جاتش اليوم عملا بيا وعد قبلت العيون ماري على السن يا ماما ما جاتش